السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة بعد كل الحضور الكرام من منظمة إنرجي أفريقيا، وبنحب نرحب النهاردة بأخونا مصطفى حبيب، هيكون معانا في ورشة عن التصميم التعليمي وأحد أهم نظريات التصميم التعليمي. للي ما يعرفش مصطفى، هو مصطفى أساساً أخصائي التصميم التعليمي بمنصة إدراك، حاصل على الماجستير في تكنولوجيا التعليم من جامعة يو سي إل بإنجلترا، وباحث مساعد بالجامعة كمان، ومنسق للمساقات المفتوحة بالجامعة المتعددة اللغات، باحث في التعليم أونلاين، وكمان له درس أكثر من 40 مساق أو كورس متخصص في التعليم الإلكتروني، باحث في التعليم الأونلاين في بعض المنصات التابعة لمشاريع زي مشروع بحثي على منصة فيوتشر ليرن اللي هو تابع الاتحاد الأوروبي. هو إن شاء الله هنسمع مصطفى والمايك معاك مصطفى دلوقتي حالا، وإن شاء الله يعني يكون ورشة جميلة. وأهلا بك مصطفى. شكرا جدا دكتور محمد. مبدئيا شكرا جدا دكتور محمد على المقدمة دي، وشكرا جدا لمجهود حضرتك في أنشطة شبكة الدمج الأفريقية عموما، سواء في المحاضرة دي أو المحاضرات قبل كده، وإن شاء الله يعني تكون الإفادة في المحاضرة على قدر الجهد المبذول. طيب، عنوان المحاضرة هو تصميم تجارب تعليمية عبر الإنترنت محفزة للتعلم. وهنا في تأكيد على حاجتين، أو في سؤال وتأكيد على حاجة. الحاجة الأولى كلمة عبر الإنترنت، هل فعلا هو ليه هنا مفتوط علامة استفهام على كلمة عبر الإنترنت؟ لأن التخيل أو المفهوم اللي عند ناس كتيرة هو إن إحنا الإنترنت أو الـ أونلاين أو التعلم عبر الإنترنت عموماً أغلبه حاجات ما فيهاش تحفيز للتعلم، أغلبه حاجات بتبقى فيديوهات، بتبقى محتوى مقروء، بتبقى محتوى مسموع بس، ما فيش عموماً وعي كافي بإيه هي الإمكانيات والقدرات اللي ممكن تكون موجودة جوه التعلم عبر الإنترنت. وإن شاء الله المحاضرة هتحاول إن هي تغير وجهة النظر دي. الحاجة الثانية كلمة محفزة للتعلم، احنا ليه قلنا محفزة للتعلم ما قلناش تفاعلية او كلمة انتراكتف؟ ثواني بس اقفل الصوت هنا في كل حاجة. فليه احنا قلنا محفزة للتعلم ما قلناش كلمة تفاعلية؟ لان التفاعلية معناها ان حد بيتفاعل مع حاجة، انا ممكن اكون بتفاعل مع حاجة بس انا ما بتعلمش، فاحنا عايزين حاجة تكون محفزة للتعلم. بمعنى انا ممكن مثلا كورس اونلاين يقول لي اضغط يمين او اضغط شمال، فانا كده بتفاعل مع الكورس الاونلاين او بتفاعل مع المساق الالكتروني، بس في نفس الوقت انا ما بتعلمش حاجه. فاحنا عايزين التركيز ما يكونش على التفاعل قد ما هو يكون على فكره التحفيز للتعلم. وهنا هنبتدي ان احنا نفكر اصلا يعني ايه تعلم ويعني ايه تعليم والى اخره. انا عموما عندي هدفين اساسيين، لو المحاضره خلصت وان شاء الله حققنا ووصلنا للهدفين دول، فانا اعتقد المحاضره دي هتكون ناجحه بالنسبه لي. لحد الهدف الأول وهو هدف ضد المفاهيم الخاطئة. بالنسبة لكلمة ترشوش، أنا اسمي مصطفى، فمصطفى في مصر الاسم المشهور عنه هو درش، أنا بحبش كلمة درش فبقول على نفسي درشوش. بس عموما يعني المفهوم الخاطئ اللي موجود عند ناس كثيرة هو إن أول ما بقول هنعمل كورس أونلاين، فالناس أول حاجة بتيجي تفكر فيها إيه؟ المحتوى. فابتدي انا افكر انا هعمل محتوى مقروء، انا هعمل محتوى نصي، يعني عايز اعمل فيديوهات بالشكل الفلاني، وابتدي بقى ان انا اشوف انا هبدع ازاي في المحتوى اللي انا هطلعه ده. في حين ان من حيث المحاضره انا مش عايز التركيز يكون على المحتوى بس، المحتوى مهم، بس التركيز الاساسي هو على الانشطه اللي انا بعملها. المحتوى هي حاجة أنا بقدمها للمتعلم، الأنشطة هي حاجة أنا والمتعلم بنبتدي إن إحنا نعملها مع بعض، والتركيز الأكبر هنا هو على المتعلم إن هو يعمل حاجات. فمثلا النشاط هو إن المتعلم يبحث عن حاجة وإن هو يدور على حاجة، ده نشاط تعليمي. إن المتعلم يمارس حاجة، إن المتعلم يحصل في نوع من أنواع المناقشة، إن المتعلم ينتج حاجة بعد ما الكورس يخلص، أو في وسط الكورس، أو في وسط المحتوى التعليمي، أو في وسط الدورة التدريبية. فبنهاية المحاضرة إن شاء الله الهدف الأساسي عندي هو أن التركيز ينتقل من المحتوى للأنشطة. فندم؟ هستأذن بس لو حد فتح المايك يقفله.
يا ريت بعدين تقفل المايك، يتأكد من قفل المايك، لان كده اللي هيبقى سايب المايك بتاعه اضطر اسف ان انا هضطر يعني تمام. طيب فنرجع نقول فانا عايز التركيز الاساسي هنا يكون على الانشطه مش على طيب الهدف اللي انا عايز احرزه هو هدف عملي شويه، الهدف الاول نظري وهدف عملي شويه، وهو ان انا عايز بنهايه المحاضره ان شاء الله انا هدي مجموعه من الادوات، فيها ادوات نظريه وفيها ادوات عمليه، فانا عايز ان احنا نستخدم الادوات الموجوده سواء نظريه او عمليه في تصميم تجارب تعليميه، سواء بشكل جزئي بمعنى ان انا هاخد اداه واحده اغير منها واغير من ممارستي في تصميم التجارب التعليميه، او بشكل كلي بمعنى ان انا هاخد الاطار النظري كله وابتدي ان انا اغير تفكيري في تصميم العمليه التعليميه كلها، فمش هاخد اداه واحده بس، لا انا هاخد الاطار كله الادوات كلها وابتدي ان انا افكر في الموضوع كله بشكل مختلف، فسواء حد استخدم او هيستخدم الادوات دي بشكل جزئي او بشكل كلي فانا حقق الهدف الثاني اللي انا عايزه من المحاضره. طيب احنا عندنا في المحاضره ديت اربع محطات ان شاء الله، الاتساق البنائي، التصميم الهكسي، الاطار التحولي، وبعد كده امثله على حاجات كويسه. اول حاجه عندنا فكره او نظريه الاتساق البنائي، وهنا هنتكلم او نظريه الاتساق البنائي عموما هي ايه، هي عمليه الموازنه ما بين ثلاث حاجات مهمه في العمليه التعليميه، الانشطه التعليميه، اسلوب التقييم المتبع، والاهداف التعليميه، الثلاث حاجات دول مع بعض، فدي اول حاجه هنقف عندها. ثاني حاجه هنقف عندها فكره التصميم العكسي، التصميم العكسي هو عباره عن طريقه من الطرق اللي ممكن نصمم بيها عمليه تعليميه، في طرق مختلفه كتيره جدا ممكن نصمم بيها تجربه تعليميه سواء اونلاين سواء الكتروني او سواء اوفلاين سواء بشكل مدمج او بلندد، ففي طرق كتيره جدا، في طريقه اسمها مثلا ادي، في طريقه اسمها اجايل، في طريقه اسمها سام وهكذا. احنا هنركز على طريقه التصميم العكسي او بالانجليزي بيسموها باكورد ديزاين، وهي تصميم التجربه التعليميه من النهايه للبدايه، وهنتكلم عنها اكتر. حتى بقى وديت هتكون الجزء الكبير قوي او الجزء الاهم من المحاضره، واللي اعتقد ان هيكون فيها الافاده الاكبر ان شاء الله، هي فكره او نظريه الاطار التحولي، او بيسمى بالانجليزي الكونفرسيشنال فريم ورك، وهو اطار بنحلل بيه البيئه التعليميه وفي نفس الوقت بنقدر ان انا اصمم منه انشطه تعليميه فعلا. ان انا اول ما اقول انا تمام عايز اصمم انشطه، طبعا تمام هعمل ايه؟ فالاطار دوت بيقول لي ازاي ممكن اصمم الانشطه ديت من طريق ست انواع من انواع التعلم المختلفه. واخيرا اقول ما نخلص ده كله هنبتدي بقى ان احنا نشوف امثله مختلفه من انواع التعلم او امثله مختلفه من انشطه تعليميه اونلاين. طيب اول حاجه نتكلم عنها هو نظريه الاتساق البنائي. نظرية الاتساق البنائي هي لباحث اسمه جون بيكس، هي نظرية قديمة ومتعارف عليها في مجال تصميم التعلم عموما يعني، وهي بتقول عموما ان لازم ان انا كمصمم تعليمي او كمدرس او ان انا وانا بصمم عملية تعليمية في ثلاث عناصر مهمين لازم اخد بالي منهم: الانشطة التعليمية، التقييم، والاهداف التعليمية. ايه هي الانشطه التعليميه؟ الانشطه التعليميه هي اللي بيقوم بيه المعلم او الطالب والاثنين بيعملوه مع بعض علشان يحصل عمليه التعلم، فهي مش مجرد عرض المحتوى بس، ولكن اكتر من مجرد المحتوى، اي حاجه بتتعمل جوه الفصل او جوه بقى الكورس الاونلاين بغرض التعليم ده بيسمى نشاط تعليمي. مثال على كده محاضره او نقشه او مدرسه او لما طلبه تتعاون في حل مشكله ما او فده يسمى نشاط تعليمي. فاول عنصر هو عنصر الانشطه التعليميه. تمام خليك ثابت لان لو اتحرك الصوت بيروح. تمام اوكي. فده الانشطه التعليميه. او مثال على الانشطه التعليميه اللي احنا بنعمله دلوقتي دوت هو نشاط تعليمي، شرح محتوى النظريه، وان احنا نتكلم على فكره الانشطه التعليميه جوه نظريه الاتساق البنائي هو نشاط تعليمي. مثال تاني على كده، لو جينا مثلا ابتدينا ان احنا نحلل عمليه تعليميه بناء على نظريه الاتساق البنائي، ف
لو انا اديتكم نشاط وقلت لكم تعالوا طيب قدامنا اهي كورس اونلاين تعالوا نحلله بنظريه الاتساق البنائي فده نشاط تعليمي وهكذا. الحاجه الثانيه التقييم. والتقييم هو ايه؟ هو اللي بيحاول المدرس يقيس بيه درجه نجاح النشاط التعليمي او اللي بيقوم بيه الطالب علشان يقدم الدليل ان الانشطه التعليميه فعلا جابت نتيجه. مثال على كده ايه؟ وبالمناسبه يعني المغلوطة عند ناس كتيرة لما نيجي نقول مثلا التقييم فبيفكروا في الاختبار او بيفكروا في كويز سواء بقى بنتكلم بقى اختيارات او بنتكلم علل او بنتكلم اكمل او بنتكلم في حاجة مفتوحة او سؤال مفتوح. ولكن اساليب التقييم هي اكبر من كده شوية. اساليب التقييم ممكن حد يحل اختبار ممكن ممكن هو حد يحل اختبار هو يقدم مشروع معين او ان هو يعمل عرض تقديمي او ان هو يعمل بحث او ان هو يعمل انترفيو وهكذا. كل ديت هي انواع واساليب مختلفه من اساليب التقييم. مثال على كده لو بنتكلم جوه الكورس دوت او لو بنتكلم جوه المحاضره ديت مثال على اساليب التقييم هو مثلا ان انا ممكن اديكم اختبار بعد ما نخلص اكمل ايه هي المواصل الثلاثه الموجوده في عمليه الاتساق البنائي او ان انتوا تعملوا فيديو ثلاث دقائق عن نظريه الاتساق البنائي وهكذا. اساليب التقييم كتيره جدا. مثال مثلا ده فايل موجود من جامعه ريدنجز كانت جمعت اساليب التقييم من الالف للياء. انا بس حاطط الصوره دي عشان تعرفوا ان في اساليب مختلفه كتيره جدا من التقييم. لينك الفايل دوت ان شاء الله يعني موجود في النوتس بتاعه المحاضره وانا هشيره مع الباشمهندس مع الدكتور محمد بعد ما المحاضره تخلص ان شاء الله. واي لينكات او روابط هتكون ان شاء الله موجوده جوه المحتوى العرض او الباوربوينت. الحاجه الثالثه والعنصر الثالث هي الاهداف التعليميه. والاهداف التعليميه هي الحاجه اللي بيوصل لها المتعلم بعد ما يخلص النشاط التعليمي وبعد ما يقدم دليل. فالتتابع بيمشي كده. انا في الاول المتعلم بيعمل نشاط تعليمي بيبتدي ان هو يقدم الدليل ان هو اتعلم. لو حصل فعلا ان هو قدم الدليل الدليل ده فعلا هو دليل كافي ان هو اتعلم يبقى المتعلم حقق النشاط حقق الهدف المرجو من العمليه التعليميه. مثال على كده المتعلم يصبح قادرا على اعاده شرح العناصر الثلاثه بنظريه الاتساق البنائي. فخدوا بالكم هنا ان التاكيد على كلمه قادرا على اعاده شرح ده الهدف اللي انا عايزه ان هو يعمله المتعلم يعيد شرح حاجه. فبالتالي انا لو عايز المتعلم يعيد شرح حاجه انا هخليه ان هو يعمل فيديو انا مش هخليه ان هو يحل اختبار وهكذا. فبالتالي الحاجه الضروريه جدا هنا ان انا لازم اشوف ان كل عنصر بيؤدي او متسق مع العنصرين التانيين. بمعنى ان انا ما ينفعش الهدف بتاعي ما يكون ملوش علاقه بالانشطه اللي موجوده او باسلوب التقييم اللي موجود. وما ينفعش التقييم او الدليل يكون بيقيس هدف تاني او يكون بيقيس نجاح نشاط تاني. وما ينفعش النشاط بيكون بيودي لهدف تعليمي تاني خالص. وما ينفعش التقييم وما ينفعش حتى النشاط ما يكونش بيساعد المتعلم ان هو يطلع الدليل الكافي ان هو نجح فيه. فبالتالي التلات عناصر دول كلهم لازم يكونوا متسقين. احنا عدينا على المحطه الاولى اللي هي نظريه الاتساق البنائي نخش في المرحله الثانيه. بالمناسبه احنا دلوقتي بنحط زي اطار نظري علشان الموضوع يبقى واضح وعلشان نشرح نظريه الاطار او فكره الاطار التحوري هي بتكون موجوده فين جوه عمليه التصميم العمليه التعليميه. لان عمليه التصميم ممكن عمليه معقده جدا فنختار ان احنا نركز على حاجه معينه جدا هي تعتقد يعني تقريبا هي من اهم الحاجات ما كانتش اهمها في تصميم العمليه التعليميه. طيب التصميم العكسي. قبل ما نتكلم عن فكره ايه هو التصميم العكسي وايه هي النهايه للبدايه طب هي اصلا ايه هي البدايه وايه هي النهايه فتعالوا نتكلم على تسلسل عمليه التعلم. تسلسل عمليه التعلم بمعنى الطالب من اول ما بيخش في تجربه تعليميه هو ايه الخطوات اللي بيعدي عليها عشان يتعلم. بالمناسبه هتلاقوا ان الخطوات ديت اللي بيعدي عليها المتعلم متسقه مع نظريه الاتساق البنائي.
اول حاجه المتعلم بيعملها اول ما بيخش العمليه التعليميه، هو اول حاجه بيعمل ايه؟ بيعمل انشطه، سواء بيشوف محاضره او بيعمل مناقشه او بيمارس حاجه معينه وهكذا. فكل ده داخل تحت بند القيام بالانشطه، فدي اول حاجه بيعملها المتعلم. تاني حاجه ايه؟ تاني حاجه المتعلم بيبتدي ان هو يقدم الدليل ان هو اتعلم حاجه، اختبارات، ابحاث وهو الى اخره. وتالت حاجه المتعلم بعد ما بيوصل ان هو قدم الدليل وقام بالانشطه، فهو بيوصل لهدف التعليم. ايه هي بقى فكره التصميم العكسي؟ واعتقد انتوا فهمتوا ايه هي قصدنا بالنهايه للبدايه. التصميم العكسي هو ان انا ببتدي الاول بتحديد الهدف، فببتدي من اخر حاجه موجوده في العمليه التعليميه، مش ببتدي بالمحتوى، مش ببتدي بالانشطه، مش ببتدي بالدليل، مش ببتدي باساليب التقييم، مش ببتدي باي حاجه، انا ببتدي بالهدف التعليمي اللي انا عايز المتعلم يوصل له. دي اول حاجه ببتدي بيها. فببتدي بالاهداف التعليميه، ببتدي انا اخش بعد كده على ان انا احدد ايه هو الدليل المقبول. طيب لو حد عنده اي سؤال ممكن ان هو يحطه يعني في الشات، ومحمد هياخد الاسئله دي كلها وهنتكلم عنها في الاخر ان شاء الله، علشان بس في عدد مشاركين كتير يعني. وانا اسف للمحاضره دكتور مصطفى لجميع الحضور، انا كتبت اكتر من مره ان اي حد عنده اي تعليق او اي سؤال ممكن يتفضل يكتبه، وان شاء الله في نهايه الورشه هنعمل ثلث ساعه نقعد نتكلم ونرد على الاسئله دي كلها. شكرا لحضراتكم. طيب فالتصميم العكسي هو من النهايه للبدايه، ففي الاول ببدا بالهدف، بعد كده بقول ايه هو الدليل المقبول ان انا الهدف ده يوصل، وتالت حاجه ببتدي ان انا احدد ايه هي بقى الانشطه اللي هعملها علشان في الاخر المتعلم يعرف يطلع دليل، علشان في الاخر يعرف ان هو يوصل للهدف. فالمتعلم بيمر بالتجربه ديت من فكره ان هو بياخد الانشطه، بيعمل دليل، بيوصل للهدف. انا كمصمم تعليمي انا ببتدي بالهدف التعليمي، بعد كده بحدد ايه هو الدليل، وبعد كده بحدد ايه هي الانشطه. ليه؟ عشان ده في الاخر بيضمن ان كل حاجه تبقى متسقه مع بعضها. ليه اخترنا او ليه انا اخترت ان انا اتكلم على نموذج التصميم العكسي مش على اي نموذج تاني؟ علشان نموذج التصميم العكسي هو من اكتر الحاجات البسيطه جدا السريعه جدا اللي ممكن اي حد يبتدي ان هو يصمم بيها حاجات بشكل سريع جدا. طيب تعالوا بقى نتكلم اكتر في خطوات ازاي بقى انا احدد الهدف، ازاي احدد الدليل، ازاي احدد الانشطه. طبعا احنا في يعني مثلا لما نيجي نتكلم على التقييم وعلى تحليل الهدف مش هنتكلم باستفاضه نظرا للوقت، لان التركيز الاساسي عندنا هنا على الانشطه، ولكن هنمر عليهم بشكل سريع. اول حاجه تحديد الاهداف التعليميه، ولما نيجي نتكلم على تحديد الاهداف التعليميه فانا عايز ان انا اكتبها وان هي تكون عندي بشكل مكتوب ومحدد جدا. لو حد يسمع عن طريقه سمارت اللي هي السمارت اوبجكتيفز، احنا عندنا في تصميم الاهداف التعليميه عندنا حاجه اسمها اي بي سي دي، طريقه اي بي سي دي، اودينس بيهافير كونديشن ديجري، او بالعربي الاودينس هو المتعلم، انا بحدد مين هو المتعلم وبقول مين هو المتعلم، السلوك، ودي اهم حاجه في النشاط التعليمي، ان انا بحدد ايه هو السلوك اللي انا عايز المتعلم يعمله. طيب تاني جدا استاذ طاهر، انا يعني انا متاسف جدا، انا مش يعني لو دكتور محمد شايف ان هو نقدر ان احنا بعد كل نقطه وبعد كل حته نقدر ان احنا نتكلم، انا ما عنديش مشكله، ولكن علشان بس نقدر ان احنا نحافظ على الوقت. استاذ طاهر انا بشكر حضرتك على سؤالك، وان شاء الله كل نقطه هنحاول نوصل لها، احنا هنحاول يعني نجمع الاسئله كلها مره واحده في نهايه السيشن بس عشان نقدر بقى نعدل اكبر من الساعه الاستيعابيه بتاعت الوقت الحالي. ده نظرا لضيق الوقت، علشان يعني انا حابب ان احنا الاول نحاول نغطي كل حاجه وبعد كده نبتدي ان احنا نتكلم، وانا عارف ان ديت مش انسب طريقه ان احنا نتعلم حاجه، ولكن ان شاء الله حتى بعد ما المحاضره تخلص في جلسه للمناقشه، مش بس جوه المحاضره اللايف، لا في جلسه اسئله مكتوبه وهتبقى موجوده على مدار ساعه كامله، قصدي على مدار يوم كامل. لو في اي سؤال او لو في اي تعقيب او لو في اي حاجه ممكن ان احنا نتفاعل فيها مع بعض بشكل يحصل فيه استفاده اكتر من الحاجات اللي موجوده في المحاضره، ان شاء الله
هنعمل دوت. وده برضو راجع لان الانترنت عندي يعني مش ضامن غير ساعه واحده بس، فعلشان بعد الساعه ديت لو حصل اي حاجه انا يعني بقيه الحاجات المهمه بتضيع علينا كلنا. وان شاء الله ان شاء الله هيبقى على الجروب بتاع الفيسبوك بتاع ايميرج افريكا هيكون في اسئله مفتوحه على الورشه دي، وكمان هيكون الفيديو بتاعها موجود اونلاين. احنا مش مجرد طالبين الدكتور طاهر بس، هي الفكره كلها ان احنا بنحاول نستغل الوقت احسن استغلال. شكرا على مصطفى، اتفضل يا كابتن. تمام. فتحديد الاهداف التعليميه، فقلنا طريقه اي بي سي دي، اودينس بيهيفير كونديشن ديجري. فانا بحدد ايه هو محدد مين هو المتعلم، بحدد ايه هو السلوك، ودي اهم حاجه في الهدف التعليمي، لازم نكون محدد جدا في السلوك اللي عايز المتعلم ان هو يقوم بيه. الحاجه الثالثه بحدد ايه هو الشرط، انا بقول عشان الهدف ده يحصل لازم المتعلم يعمل كذا، او لازم المتعلم يوصل لحاجه في النهايه، او لازم المتعلم يخش في التحدي الفلاني، او لازم المتعلم يتعلم الفيديو الفلاني وهكذا. فانا بحدد ايه هو الشرط اللي هتتحقق في السلوك دوت. واخيرا درجه الدقه بتاعه السلوك، هل انا عايز الحاجه تكون بدرجه كبيرة من الدقة، فأنا عايز الحاجة تكون مثلا بدرجة 100%، أنا عايز المتعلم يطلع الحاجة بالنص ويطلع، أو مش بالنص يعني يطلع الحاجة بشكل احترافي، ولا عايز الحاجة المتعلم يطلع الحاجة بشكل مبتدئ وهكذا. الأهداف التعليمية هي فيها حاجات كتيرة جدا، بس احنا هنركز على تصنيف بلوم. تصنيف بلوم احنا ما نعرفوش، هو بيحدد 6 مستويات لأهداف التعلم، أو 6 مستويات للتعلم، هم التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التقييم، والابتكار. إحنا الهدف الأساسي من المحاضرة مش كتابة الأهداف التعليمية، فأنا هسيب مجموعة من المقالات اللي أنا يعني قريتها بنفسي، شايف إن وتأكدت من دقة المحتوى اللي موجود فيها، فهسيبها هتقروها، ولو حد عنده أي سؤال ممكن بعد كده هو نرجع نتكلم فيه، ولكن عشان نركز على الأنشطة التعليمية إن شاء الله. لو ممكن نوضح تاني الشرط، هو إن أنا بقول إيه هو يعني إيه هو الشرط اللي هو لو موجود ولو تحقق فالمتعلم يقدر إن هو يحقق الهدف التعليمي. فالشرط ده ممكن يقول بنهاية مثلا أو لو زي ما هو مثلا موجود هنا في الجزئية دي، بعد التعرض لقسم تحديد الأهداف التعليمية، فده هنا الشرط بتاع الهدف التعليمي دوت. السلوك اللي موجود هنا هو ايه؟ يصبح المتعلم قادرا على ترتيب، ده السلوك اللي انا المتعلم عايز ان هو يعمله، ان هو يرتب مستويات التعلم حسب تصنيف بلوم بنسبه دقه قد ايه؟ بنسبه دقه تبلغ 80%. فالمتعلم مثلا لو هو مثلا جاب رتب من تحت لحد مثلا فكره التقويم، بعد كده غلط مثلا وما افتكرش الابتكار، فده بالنسبه لي نجاح. فده مثال على فكره الاهداف التعليميه. وبرضه علشان نستزيد منها بعد المحاضره ان شاء الله ما تخلص، انا هدي امثله كتير على اهداف تعليميه موجوده، اهداف منها حاجات صح ومنها حاجات غلط، والديت هتكون موجوده في جلسه المناقشه ان شاء الله. تاني حاجة تحديد أساليب التقييم، هو إن أنا بقول إيه هو الدليل إن المتعلم حقق الأهداف التعليمية. وبرضه هنا مش يعني التقييم بالذات هو يعتبر بحر كبير جدا، ويعتبر مجال لوحده جوه التعليم، فمش هنقدر إن إحنا نتكلم عنه برضه هنا، ولكن يكفي إن أنتوا تخشوا على اللينك مثلا بتاع اللي أنا هكون سايبه هنا إن شاء الله، يعني وتشوفوا تعرفوا منه ايه هي اساليب التقييم الموجوده. مش شرط ان انتوا تكونوا على درايه بكل اساليب التقييم، ولكن ان انتوا يكون عندكم مصدر ان انتوا تصنعوا العمليه التعليميه تعرفوا ايه هي الحاجات الموجوده. طيب الثالثه والخطوه الثالثه في التصميم العكسي هي تحديد الانشطه التعليميه، وهو ده الموضوع بتاع المحاضره في الجزء المتبقي ان شاء الله. وعلشان تعرف ايه بقى الانشطه التعليميه، فاحنا لازم نتكلم الاول على الاطار التحوري او الكونفرسيشنال فريم ورك. طيب
قبل ما نتكلم عن الاطار التحولي، خلينا نتكلم بشكل سريع جدا عن نظريات التعلم بين الاهميه والتحدي. نظريات التعلم او اللرنينج ثيريز، واللي ما يعرفهاش، هي نظريات كتيره جدا بتتكلم ازاي الشخص بيتعلم في اطار التعلم الرسمي او اطار التعلم الغير رسمي، ازاي التعلم بيتم في الناحيه العقليه او في الناحيه السلوكيه او في الناحيه النفسية وهكذا. ففي نظريات كتيرة جدا، منها مثلا النظرية السلوكية أو نظرية البيهيفيرزم، منها النظرية البنائية أو الكونستركتيفيزم، منها النظرية المعرفية أو الكوجنيتيفيزم، منها النظرية البنائية الاجتماعية أو السوشيال كونستركتيفيزم. ففي نظريات كتيرة جدا. النظريات التعلم هي مهمة جدا علشان تخلينا ازاي الشخص بيتعلم، التعلم بيحصل ازاي. ولكن التحدي اللي موجود في نظريات التعلم الموجودة كتيرة جدا، يعني لو في مدرس أو لو في مصمم تعليمي عايز ياخد نظرية ويطلع منها نصيحة مباشرة أو مش نصيحة، ممارسات مباشرة علشان يقدر إن هو يدرس بيها، مش هيعرف إن هو يطلع بحاجات عملية كتير. فهنا ده التحدي اللي موجود في النظريات التعليمية. وهنا بيجي دور الإطار التحاوري. الإطار التحاوري قبل بس ونتكلم عليه، هو اللي قامت به الباحثة داينا لورلارد، وهي باحثة في مجال تكنولوجيا التعليم من سنة من أواخر الستينات وأوائل السبعينات. هي مش بس تكنولوجيا التعليم، هي تعليم الأونلاين وهو إلى آخره. وهي يعني باحثة موجودة في الولايات المتحدة، باحثة مشهورة جدا، كانت ماسكه قسم الاي ليرنينج او التعلم او التعليم الالكتروني، التعلم يعني سواء بقى التعلم او التعليم حسب ما انتم تقولوا، في الولايات المتحده كلها، في انجلترا كلها، في وقت من الاوقات سنه 2002 تقريبا. كانت ماسكه او كانت غالبا كانت العميد بتاع جامعه او الجامعه المفتوحه، وبيسموها دي اوبن يونيفرسيتي، اللي هي من تعتبر من اكبر او من اقدم الجامعات الاونلاين اللي موجوده في العالم كله. فهي ليها باع كبير جدا، سواء باع اكاديمي او باع من الخبرات في مجال التعلم المدعم بالتكنولوجيا، تكنولوجي انهانسد ليرنينج. فايه هو بقى الاطار التحوري؟ هو اطار نظري في نفس الوقت هو اطار عملي، بيستخدم في حاجتين. الحاجه الاولى هي تحليل البيئه التعليميه، ان انا اقدر ان انا اخش اشوف فصل معين، وان انا اقدر ان انا اقسم الفصل دوت لمجموعه أجزاء، وإن أنا أعرف إيه اللي بيحصل فيه، إيه اللي بيحصل هنا كويس، إيه اللي بيحصل هنا وحش وهكذا. والحاجة الثانية والأهم والحاجة اللي إحنا معنيين بيها هنا، هي تصميم أنشطة تعليمية محفزة للتعلم أو engaged بقى، طبقاً لست أنواع مختلفة من التعلم. وعلشان نعرف إيه هم الست أنواع مختلفة من التعلم، إحنا محتاجين الأول نعرف إيه هي. طيب إحنا عندنا في حاجة مهمة جداً اسمها المفهوم، أو بيسموها الجانب النظري. فاحنا عندنا ده المستوى الاول، وعندنا برضو مستوى تاني اسمه الممارسه او الجانب العملي. فاحنا دايما اي عمليه تعليميه هنلاقي فيها حاجات ليها علاقه ب الجانب النظري، وحاجات ليها علاقه بالجانب النظري، وحاجات ليها علاقه بالجانب العملي. انا اسف. طيب تمام. فاحنا عندنا، خلينا نبعد عن البتاعة دي، محكولة بشكل غلط. فلو احنا تغاضينا عن ان البتاعة دي موجودة، الدائرة دي موجودة، فاحنا قلنا عندنا دلوقتي في مستويين، المستوى النظري والمستوى العملي. فعندنا الطالب هنا، الطالب، ففي حاجة اسمها مفهوم بتاع الطالب، في حاجة اسمها الممارسة بتاعة الطالب، وفي نفس الوقت في حاجة اسمها المفهوم بتاع المدرس، وفي نفس الوقت الممارسة او البيئة اللي بيحطها المدرس عشان يحصل عملية ممارسة. احنا دلوقتي في عندنا مفهوم ممارسة، وفي عندنا مفهوم الطالب وممارسة الطالب، وفي عندنا مفهوم للمدرس، وفي عندنا مفهوم وممارسة للمدرس، جانب عملي وجانب نظري. وفي نفس الوقت في عندنا الأقران، أو اللي هم باقي الطلبة اللي موجودين في الفصل. في عندنا المفاهيم بتاعتهم، وفي نفس الوقت في عندنا الأقران الممارسة بتاعتهم. في عندنا دلوقتي ست عناصر بيتفاعلوا مع بعض في العمليه التعليميه: مفهوم الطالب وممارسته، مفهوم المدرس وممارسته او البيئه اللي بيحطها المدرس، ومفهوم الاقران وممارسته. ودايما الطالب هنا بيكون في النص،
وده علشان عمليه التعلم بتكون اكتر متمركزه حوالين. فدول الست عناصر الموجودين. فعمليه التعلم مفهوم الطالب بيتفاعل مع ممارسه الطالب، فالمفهوم بيودي الممارسه الطالب الاول بياخد الحاجه بشكل نظري علشان يعرف ان هو يطبقها بشكل عملي. احنا هنا بنتكلم، لما بتكلم هنا كطالب انا بتكلم بقى في اي مجال تعليمي، مش بس شرط التعليم الرسمي، مش شرط طالب بسن معين، ايا كان اي حاجه. فهي دايما بيبقى في جوه العمليه التعليميه المتعلم بياخد مفهوم نظري وبعد كده اهوت بياخد وبعد كده بيطبق عليه، او ممكن حتى ان يكون فيه يبتدي الاول الطالب يكون عنده نوع من انواع الممارسه ويبتدي ان هو يعدل عليه ويعدل في المفهوم بتاعه، وبناء على تحليل المفهوم بتاعه يبتدي ان هو يرجع يمارس تاني وهكذا. وهكذا في كل المستويات وعلى كل الاصعده المتعلم بيغير وبيطور من المفهوم بتاعه ومن الممارسه بتاعته بشكل تلقائي، وكل حاجه منهم بتغير في الثاني. ففي دايما بيسموها لوب، مش عارف بالعربي يعني دوريه، عمليه شغاله، دايره شغاله، عمليه دائريه متصله على طول ما بتقفش. ففي دايما المفهوم الطالب المفهوم والممارسه بتاع الطالب بيتم هم يتعدلوا، وفي نفس الوقت المفهوم بتاع الاقران والممارسه بتاعتهم بتتم هي تتعدل في نفس الوقت، ممارسه الطالب او ممارسه المدرس ومفهومه ومفهومه بتقول برضه ان هم يتعدلوا. وبرضه مفهوم المدرس او الحاجات الجانب النظري اللي بدي المدرس بيروح للمفهوم بتاع الطالب عن طريق مثلا محاضره. فانا دلوقتي انا عندي جانب نظري معين ببتدي انا بديه لكم فبتدي ان هو ينتقل لكم، وفي نفس الوقت الطالب بيبتدي ان هو يرجع للمدرس تاني علشان يبتدي ان هو يساله اسئله فتعدل من فيبتدي المدرس ان هو يعدل من طريقه عرضه للمفهوم ويبتدي ان هو يرجعها للطالب تاني. فدايما يبقى في دايره برضه شغاله ما بين المفهوم بتاع المدرس والمفهوم بتاع الطالب. وهكذا في كل العناصر بتاعه العمليه او في كل الخطوات اللي موجوده جوه الاطار دوت. في دايما مفهوم وفي ممارسه وفي دايما دوريات شغاله في كل حته ما بين مفهوم وما بين ممارسه. وهنا بتيجي بقى المشكله الرئيسيه. يعني انا دلوقتي احنا عايزين نقول هندرس ازاي، فانا دلوقتي ببتدي انا بشرح الاطار التحولي. طب انا برضو المدرس هيتم له ان يستفيد ازاي من الاطار التحولي دوت؟ نرجع بقى تاني ونقول ان في عربيات بتنقل التعلم من مكان للتاني، بتنقل المحادثه، عشان كده سميناها اطار تحوري، عشان في دايما محادثه او بقى تسمى بكونفرزيشنال فريم ورك، اللي فيه دايما محادثه شغاله على طول ما بين المفهوم بتاع المدرس والمفهوم بتاع الطالب وهكذا. مش بس بقى كده، التعلم هو شغال في كل حاجه وفي كل عنصر من العناصر العمليه التعليميه حسب نظريه الاطار التحولي. ففي دايما عربيه تنقل التعلم هنا وتنقل التعلم هنا وتنقل التعلم هنا وهكذا. العربيه دي هي بالنسبه لنا اسمها ايه؟ او انا جايب العربيه دي تشبيها لايه؟ تشبيها لانواع التعلم. وهنا بنبتدي بقى ان احنا نخش بجانب عملي اكتر شويه علشان نقدر ان احنا نحدد ونصمم تجارب تعليميه مختلفه. انواع التعلم السته حسب نظريه او حسب الاطار التحوري، والنسبه النظريه دي هي معتمده على كل النظريات التعلم الموجوده. فالباحثة داينا لويلارد هي عملت حاجه اسمها literature review او بيسمى بقى بالعربي مش عارف بالعربي اسمها، بس عموما يعني جابت كل النظريات اللي كانت موجوده وابتدت تقرا الابحاث اللي موجوده عنها، وكان بحث كبير جدا، وبالتالي طلعت منه الست انواع دول. الست انواع دول هم الاكتساب، التقصي، المناقشه، الممارسه، الانتاج والتعاون. وتاني عشان انتوا لازم تكونوا عارفين الست انواع دول، لان دول هم هيكونوا حياتكم كلكم لو قررتوا انتوا تستخدموا النموذج دوت. الاكتساب، التقصي، المناقشه، الممارسه، الانتاج والتعاون. نبتدي نتكلم عن التعلم بالاكتساب. احنا نبتدي ان احنا نتكلم طبعا عن تعريف
لكل حاجة، وبعد كده هنبتدي نشوف بقى أمثلة من الأنشطة ديت. التعلم بالاكتساب، وهنا بقى بيجي بقى دور المحتوى اللي احنا كنا اتكلمنا عنه شويه. التعلم الكتابه هو ايه؟ هو اللي بيحصل لما المتعلم يبتدي ان هو يشوف محاضره، سواء المحاضره دي بيكون فيديو او ان هو بيقرا كتاب او ان هو بيتابع بودكاست او ان هو بيقرا مقاله معينه او ايا كان. فاي نوع من انواع المحتوى المتعلم بيتفاعل معاه باي شكل من الاشكال ده اسمه تعلم بالاكتساب. ودوت علشان بنتكلم اكتر بمستوى المفاهيمي او المستوى النظري. لو انا المتعلم عايز ان هو او لو انا عايز اضيف للمتعلم حاجه معينه، فدي مثلا بتبقى طريقه من الطب. فخدوا بالكم ان هنا اغلب الكورسات الاونلاين او اغلب الحاجات الدورات الالكترونيه اللي بتبقى موجوده هي بتدور حوالين المحتوى بس، بتدور حوالين الاكتساب بس. المتعلم كل اللي بيعمله ايه؟ ان هو بيبص على فيديوهات، والمصمم كل اللي بيحاول يعمله ان هو بيعرض المحتوى بشكل كويس. طب باقي الانشطه التعليميه ايه؟ طب المتعلم بيعمل ايه تاني بالمحتوى دوت؟ مش بيبقى ظاهر في في كورسات تدريبيه كتير. فهي دي بتبقى المشكله اللي احنا عايزين ان احنا نحلها. فده اول نوع من انواع التعلم اللي هو التعلم الاكتساب. ثاني نوع من انواع التعلم هو التعلم عن طريق التقصي. بمعنى او دوت اللي بيعمله لما انا مثلا كمدرس او كمصمم تعليمي بدي للمتعلم مهمه ان هو يستكشف حاجه معينه، ان هو يقارن من مصدرين معينين، ان هو يبتدي ان هو يفكر بشكل نقدي في المعلومات الموجوده، ان هو يبتدي ان هو يحلل البيانات الموجوده، وفي نفس الوقت ان هو يرجع لي بالنتيجه. فده بيبقى التعلم عن طريق التخصص، ان انا بدي له مثلا مشكله معينه او ان انا بدي له سؤال معين، ويبتدي المتعلم يمشي يتابع وبيسموه بقى اللي هو line of question، يبتدي ان هو يمشي ويتتبع خط السؤال بتاعه ماشي فين لحد ما يوصل ان هو جاب نتيجه. ففي الاكتساب انا بدي الحاجه للمتعلم، وفي التقصي اللي انا بدي للمتعلم سؤال او مجموعه اسئله وابتدي المتعلم ان هو يعمل بحث وبعد كده يبتدي ان هو يرجع لي تاني. التقصي هو ممكن فيه نوعين، في حاجه اسمها جايدد وفي حاجه اسمها ان جايدد. جايدد اللي هو التقصي اللي انا برشده فيه، يعني مثلا بدي له مقاله وابتدي في المقاله دي اقول له فكر بشكل مختلف مثلا، او فكر مثلا في الجزء دوت من المقاله، الجزء دوت مرتبط ازاي باللي قبله، مرتبط ازاي باللي بعده، طب ليه مكتوب هنا بالشكل ده وهكذا. فده مثلا اللي بيكون فيه جزء من الارشاد او بيكون حر اكتر. فببتدي ادي المتعلم سؤال او ادي المتعلم هدف، المتعلم يبتدي ان هو يدور عليه. فده التعلم عن طريق التخصص، ان انا مثلا اودي المتعلمين في بيسموه مثلا اللي هي فيرتشوال ميوزيومز او المتاحف الرقميه مثلا. ده نوع تاني من انواع التعلم المتخصص. الثالث التعلم عن طريق المناقشه، وده اللي بيحصل لما المتعلم يبتدي ان هو يتكلم عن افكاره. والكلام ده ممكن يكون كلام مكتوب، ممكن يكون كلام مقروء، ممكن يكون صوت، ممكن يكون صوره، ممكن يكون فيديو. طبعا اونلاين بيتيح لينا اكتر من وسيله. ممكن هو المناقشه دي تكون بشكل مباشر، فبيني وبينكم كده تكون المناقشه شغاله بشكل مباشر، او ممكن تكون بشكل غير مباشر، فده بيسموه synchronous versus asynchronous. اللي هو الشكل المباشر، التعليم الالكتروني المباشر او التعليم الالكتروني غير مباشر. فاهم؟ تمام. فالتعلم عن طريق المناقشه. وهنا انا عايز المتعلم يعمل ايه؟ يبتدي ان هو يتحدى افكار غيره، يبتدي ان هو يدافع عن افكاره، وفي نفس الوقت يبتدي ان هو يستفيد من افكار غيره، سواء افكار المدرس او سواء افكار الزملاء. والهدف الاساسي هنا هو انه يحصل تفاوض ما بين المتعلم وبين باقي المتعلمين التانيين وما بين المدرس علشان يوصلوا لمعنى مشترك. ده التعلم عن طريق المناقشه. الحاجه الثالثه بقى التعلم عن طريق الممارسه. وهنا ده بيحصل لما المدرس يبتدي ان هو يصمم بيئه للمتعلم. البيئه ديت انا عايزه ان هو يقوم بمهمه معينه. من خلال المهمه ديت ومن خلال البيئه الموجوده ديت بيبتدي المتعلم ان هو يعمل حاجه اسمها اكشن او فهم، فبيبتدي ان هو يشتغل بايده او مش بيشتغل بايده او بيفكر بعقله. فممكن تكون ممارسه على الجانب النظري، ممكن تكون ممارسه على الجانب العملي. وفي نفس الوقت يبتدي ان هو ياخد تقييم على ادائه، فيبتدي ان هو يعدل من ادائه تاني، فتبتدي الدايره تبتدي ان هي تشتغل، ويحصل دايما في زي تقييم دائم ومستمر لمفهوم لمفهوم الطالب وممارسته، وما بين مش بس هو
ما بين الزملاء التانيين. التقييم بيجي منين؟ ممكن يجي من الزملاء، ممكن يجي من المدرس، ممكن يجي من البيئه نفسها، وده مهم جدا في الاونلاين ليرنينج او في التعلم عبر الانترنت، وهنتكلم وهنوري مثال على حاجه زي ديت. ممكن يجي من فكره النشاط نفسه. مثال مثلا على حاجه التعلم من فريق ممارسه، ان انا ادخل المتعلم في مناقشه، او في مش مناقشه، في محاكاه، او بيسموها سيميليشن بقى، ان انا اودي المتعلم في سيناريو معين، او ان انا اودي المتعلم، او ان انا ادي المتعلم اختبار. الاختبار هو نوع من انواع الممارسه، بيبتدي ان هو يمارس فيه تذكر واستحضار المفاهيم الموجوده كلها. فدي كلها انواع من انواع التعلم، والتعلم عن طريق الممارسه عموما. ودي المفاجاه ان اوفلاين في فرصه كبيره جدا، وفي فرص كتيره جدا علشان المتعلم يقدر ان هو يمارس حاجات كتير. طيب التعلم عن طريق الانتاج، وده النوع الخامس من انواع التعلم. وده اللي بيحصل لما المدرس يبتدي ان هو يحفز الطالب، علشان بيسموها بقى في بالانجليزي، انا سهولها بالانجليزي وسهولها بالعربي، بالانجليزي اسمها كونسوليديشن، وبالعربي اللي هو تعزيز الحاجات اللي اتعلمها كلها، سواء بشكل نظري او بشكل عملي، ويطلعها في منتج. المنتج ده بيجمع بين الجانب النظري والجانب العملي، فبيجمع بين الفهم بتاعه وبيجمع بين الممارسه. مثال على كده، المتعلم مثلا يعمل بيان تقديمي، يعني المتعلم يكتب مقال، او المتعلم يعمل فيديو مثلا مدته 3 دقائق مثلا حاجه، او المتعلم مثلا يعمل تصميم لو بنتكلم في جرافيك ديزاين، او لو المتعلم مثلا يعمل صوره معينه لو بنتكلم في حاجه فنيه مثلا، او لو او ان المتعلم يكتب. فالفكره ان ايه هو المنتج اللي بيطلعه المتعلم بعد ما بيخلص الكورس، في النص او في الاول، مش لازم. وهنيجي دلوقتي ازاي ان احنا بقى بنحط انواع دي كلها عشان نكون نشاط. واخيرا التعلم عن طريق التعاون، ده بيبتدي الطلبه كلهم مع بعض ان هم يمارسوا ثلاث حاجات من ثلاث انواع من انواع التعلم مع بعض. فبيمارسوا مناقشه، بيمارسوا الممارسة، والإنتاج. فبيبتدي من الطلبة مع بعضهم، يبتدوا إن هم ممكن هم يتجمعوا مع بعض في شكل مجموعة، علشان يبتدوا إن هم مثلا يعملوا مشروع معين، أو إن هم يتجمعوا مع بعض ويخشوا في محاكاة معينة، أو إن هم مثلا يتجمعوا مع بعض عشان يناقشوا شيء معين على الجانب النظري. طب إيه الفرق ما بين المناقشة والتعاون؟ لو المناقشة هنا هي بنتكلم ما بين يعني هي عمليه اجتماعيه، وبرضه التعاون هي عمليه اجتماعيه. الفرق، التعاون هو بيكون فيه نوع من نوع اكبر من انواع الممارسه. المناقشه هي بتتم على المستوى النظري فقط. فالمناقشه احنا بنتناقش في افكار، بينما التعاون الطلبه بتبتدي ان هي تتعاون مع بعضها علشان يطلعوا منتج معين. فالتعاون هو حاجه عمليه اجتماعيه، ولكن بتتم اكتر على الجانب العملي. واخيرا بقى نرجع بقى تاني لانواع التعلم بتاعنا. فكان احنا عندنا ست انواع من انواع التعلم: الاكتساب، التقصي، المناقشه، الممارسه، الانتاج، والتعاون. كل الانواع ديت هي بتنقل عمليه التعلم دايما ما بين كل عناصر العمليه التعليميه، وبتضمن انه يحصل عملية تعديل من مفهوم الطالب ومن ممارسته، وفي نفس الوقت بتسمح للمدرس ان هو يعرف دايما ايه هو اللي بيعمله غلط في تدريسه، او ايه اللي هو اللي بيعمله صح في تدريسه، فيبتدي ان هو يعزز منه، فيبتدي ان هو يرجعه اكتر او ان هو يرجعه اكتر للطالب في شكل مفهوم او في شكل ممارسة. اهم حاجة تفتكروها لو انتوا عايزين تفتكروا حاجه واحده بس، هو ان تفهموا ان في ست انواع للتعلم، ودي اهم حاجه في المحاضره، ست انواع للتعلم، ولازم كلهم يكونوا موجودين في العمليه التعليميه. طيب هبقى نتكلم هنا ازاي ان انا بقى اصمم نشاط تعليمي. النشاط التعليمي هو بيكون عباره عن تسلسل من انواع التعلم المختلفه. لو انتوا فاكرين في اول المحاضره خالص كان في الايقونه ديت، بس كانت فاضيه. هم فيها الست عناصر دول، في الاكتساب، المناقشه، الانتاج، التعاون، الممارسه، والتقصي. التصميم التعليمي بتاع النشاط هو ان يكون في تسلسل من انواع التعلم المختلفه.
تمام. حسن عرفات، السؤال ده كويس جدا، و واعتقد ان انا لازم ارجع له قبل ما انا اكمل. انا اسف مخاطب مصطفى، كل الحضور الكرام يا ريت بعد اذن حضراتكم اي سؤال يتكتب على العام عشان الاستفاده تكون عامه يا جماعه، واحنا متفقين ان احنا نخلي الاجابه في اخر الموضوع الا لو المحاضر له راي، واحنا بنتابع راي حضرتك مصطفى. تمام. هو بس عشان اقرب، عشان بس ما يكونش في خلط ما بين الممارسه والانتاج. الممارسه والانتاج هما الاثنين نوعين عمليين بالطبيعه، ولكن الممارسه هي بتكون في بيئه زي محاكاه مثلا، او زي اختبار، او زي سيناريو معين انا ببتدي اقدمه، فالمتعلم هو عنده مهمه ويبتدي ان هو البيئه دي نفسها جواها في طريقه ان المتعلم ياخد بيها فيدباك على طول، او ياخد بيها تقييم على طول على طول على طول. فالممارسه اللي بتطلع او نتيجه الممارسه، الهدف الاساسي منها مش ان المتعلم يطلع منتج، ولكن المتعلم يبتدي ان هو يطبق من مفهوم عمل من غير ما يطلع منتج. بينما الانتاج هو انا عايز المتعلم يبتدي ان هو يشغل كل الحاجات اللي هو اتعلمها علشان في الاخر يطلع منتج معين. فالانتاج الهدف منه في الاخر المتعلم يطلع منتج، زي مثلا فيديو، او زي عرض تدريبي، او زي مقال، او زي كذا، او مشروع، او ايا كان هو بيسموه البروجكت بيس ليرنينج يعني. وفي نفس الوقت الممارسه الهدف منها مش المتعلم يطلع حاجه، ولكن الهدف منها مش يطلع منتج معين، الهدف منها انه يعدل من المفهوم ومن الممارسه بتاعته في نطاق واضح ان هي نطاق البيئه اللي بيحددها المدرس او مصمم التعليم في الحاله دي. طيب نرجع تاني، تصميم نشاط تعليمي هو بناء تسلسل من انواع التعلم. نيجي مثلا مثال على نشاط تعليمي، ان مثلا يكون في الاول في مثلا جزء محاضره مثلا بسيط 5 دقائق، وبعد كده يكون في مناقشه 10 دقائق، وبعد كده يكون في ممارسه بعد المناقشه، ابتدي ان انا اديله اختبار او ايا كان، وبعد كده ارجع ادي محاضره ثانيه في الاخر خالص، هي تلخيص لكل اللي اتعلمناه في النشاط. فده مثلا نشاط تعليمي حققت فيه الاكتساب والمناقشه والممارسه، فده مثلا نوع من انواع النشاط التعليميه. كنشاط ثاني ممكن ان هو يكون في الاول هبتدي ان يحصل عمليه تقصي، فانا هقول للمتعلمين دوروا مثلا على المفهوم دوت، او تعرف مثلا اقروا المقال دوت، وابتدي مثلا طلعوا لي اسئله واجوبه، فيبتدي ان هم يكون عندهم مجموعه من الاجابات، وبعد كده اقول لهم اعملوا لي انتاج، يعني طلعوا لي بقى مقاله مثلا، او اعملوا نقطه تقديم كل واحد منكم عن نتيجه التقصي دوت، وبعد كده هو تعالوا نتكلم كلنا ونعمل مناقشه عن نتيجه التقصي اللي احنا عملناه، وفي الاخر خالص هيكون في محاضره، المحاضره ديت بتلخص اللي احنا اتعلمناه من اول النشاط لاخره. فده مثلا نوع تاني من انواع او تسلسل او نوع او نشاط تعليمي مبني على تسلسل مختلف من انواع التعلم. مثال نشاط تعليمي يكون فيه محاضره مثلا مدتها 5 دقائق و10 دقائق او ساعه او ساعتين او ايا كان. في الاول مثلا هبتدي ان انا ادي محاضره مثلا عن الاطار التحولي، وبعد كده هبتدي ان انا هدي زي اختبار عن مثلا مجموعه من السيناريوهات الموجودة. مدرس مثلا بيعمل كذا، هل هو هنا قصده التعلم من خلال المناقشة، ولا قصده التعلم من خلال الممارسة، وهكذا. فده بيحصل ممارسة، وبعد كده ببتدي ان انا ممكن ادي عملية او ان يكون في نوع من انواع التعاون ما بين الطلبة، فيبتدي ان مثلا يبتدي كل طالب يشتغل. تمام. طيب يبتدي كل طالب، انا هعمل انا يعني متاسف جدا بس انا هقفل الشات علشان ما ابتديش ان انا اتشتت بالاسئله، بس عموما يعني هرجع لهم تاني. طيب ففي الاول في محاضره، بعد كده في ممارسه، بعد كده بيحصل نوع من انواع التعاون ما بين الطلبه وبين بعضها، ببتدي ان انا اجمعهم مثلا مع بعض عشان يبتدوا ان هم يشتغلوا على مشروع او مقاله معينه. في الاخر خالص بيبتدي مثلا كل جروب او كل مجموعه تبتدي ان هي تطلع مثلا عرض تقديمي او ملف صوت او فده انا استخدمت فيه هنا الاكتساب، الممارسه، الانتاج والتعاون. المهم هنا ان نعرف ايه، نعرف ان سلسله من انواع التعلم بتؤدي الى نشاط،
سلسلة من الأنشطة بتؤدي إلى تجربة تعليمية. فأنا عايز إن أنا أفكر في العملية التعليمية وفي تصميم العملية التعليمية عموما على إنها مجموعة من الأنشطة مش بس محتوى. فأنا عايز إن أنا أخلي المتعلم فده مثلا مثال على بيسموه في التصميم التعليمي بنسميه learning design pattern أو نمط تعليمي. أنا استخدمت أو عشان في ناس مثلا ممكن تسميه lesson plan أو اللي هي خطة عمل درس. في ناس تانية بتسميه blueprint مش عارف بقى مخطط تعليمي. بس أنا هنا بدل ما أنا عايز أفكر في المنهج وفي العملية التعليمية وفي كل حاجة على أنها مجموعة من المحتويات، فأنا عايز المتعلم يبتدي إن هو يبص على الفيديو ده بعد كده الفيديو ده بعد كده الفيديو ده بعد كده الفيديو ده. أنا عايز المتعلم يعمل أنشطة، ودي الهدف الأساسي من المحاضرة. فمجموعة أنواع من التعلم بتعمل نشاط، ومجموعة الأنشطة دي كلها سلسلة الأنشطة دي كلها بتؤدي لدورة تعليمية. فممكن دول يكونوا مثلا أنشطة تعليمية موجودين في المحاضرة، أو ممكن دول يكونوا أنشطة تعليمية موجودين جوه أسبوع تعليمي كامل، أو ممكن يكونوا موجودين جوه شهر وهكذا. المهم ان دي عندنا قطع الليجو الأساسية أو قطع الحجارة الأساسية اللي بنبني بيها عملية التعلم. لو عملية التعلم بالنسبة لنا هي عبارة عن مبنى مثلا. دي أداة وأنا متأسف إن هي موجودة بالإنجليزي، ولأن أنا كنت يعني إلى حد ما متخوف إن الوقت مش هيسمح لنا إن إحنا نتكلم عنها. فهشرح لكم إيه هي الأداة ديت، وهقول لكم بعد كده لو حد عايز يخش على الأداة ديت ويبتدي إن هو يصمم بيها أنشطة تعليمية مختلفة. الأداة دي اسمها Learning Designer Tool، وهي من جامعة UCL، وهي أداة مفتوحة ومجانية لأي حد. والأداة ديت هي ممكن عن طريق ان انتوا لو عملتوا إعداد لجوجل عندكم ممكن هو يترجم كل الواجهة ديت يخليها بالعربي. فهم دلوقتي أعتقد حاليا بيشتغلوا على الأداة بالعربي. طيب إيه هي بقى الأداة ديت عبارة عن إيه؟ هي أداة تعليمية مصممة تبع نظرية الإطار التحاوري علشان تسهل على المتعلمين او سهل على المدرسين قصدي انا اسف المدرسين او المصممين التعليميين ان هم يصمموا تجربه تعليميه كامله سواء محاضره مثلا او انشطه او مجموعه انشطه بناء على انواع التعلم المختلفه. فده هنا مشروع تعليمي مبني على اول حاجه مثلا الاكتساب، وبعد كده الممارسه، بعد كده الاكتساب، وبعد كده المتعلم بيخش ثاني على ممارسه واكتساب، وبعد كده نقشه وهكذا. الفكره هنا طبعا انا هسيب في تحت قسم الملاحظات اللي موجود في الباوربوينت هسيب زي توتوريال كده او فيديو تدريبي لي بيشرح بالكامل بالعربي ازاي تستخدموا التول ديت وبشكل بقى تفصيلي اكتر من اللي انا هتكلم فيه دلوقتي. بس المهم اللي موجود هنا الدائره اللي موجوده دي هنا هي عباره عن ايه؟ الدائره اللي موجوده ديت هنا هي انواع التعلم المختلفه كلها وازاي هي ممثله في العمليه التعليميه ديت. فلو انتم ملاحظين هنا في ستة أنواع أو ستة ألوان مختلفة، كل لون منهم بيرمز لنوع معين من أنواع التعلم. اللون الأزرق هنا هو الاكتساب، اللون الأصفر هنا هو التعاون، اللون الأزرق هنا هو المناقشة، اللون الأحمر هنا هو التقصي، الإنتاج اللي أنا مش عارف بصراحة اللون ده بنفسجي غالبا، واللون الأخضر ده هنا براكتس وهنا مرشد. وطبعا اللينك هيكون موجود في المحاضرة إن شاء الله بعد ما يخلص. الحاجة المهمة هنا اللي انتم المفروض تاخدوا بالكم منها او يعني يحب ان انتم تاخدوا بالكم منها ان تصميم العملية التعليمية يفضل ان يكون كل انواع التعلم فيه ممثلين جوه العملية التعليمية. والحاجة المهمة برضو اللي انتم تاخدوا بالكم منها هنا ان مش كل نشاط تعليمي او مش كل عملية تعليمية كل حاجه فيها تبقى ممثله بنفس القدر. يعني مثلا في نشاط تعليمي او في عمليه تعليميه ممكن يكون فيها نوع اكبر من انواع الاكتساب ويكون مبنيه اكتر على الاكتساب اكتر منها اي حاجه تاني. فالاكتساب هنا يكون مثلا واخد جانب اعلى شويه. وفي عمليه تعليميه انا عايزها تكون عمليه جدا بالاساس عشان الموضوع بيحتم عليا ان هي يتم تدريسها بشكل عملي، فبالتالي هيحصل فكره البرودكشن او الانتاج هتكون زايده هنا وهكذا.
الفكره هنا والحاجه المحبب هنا ان كل انواع التعلم دي تكون ممثله جوه النشاط التعليمي. طيب حاجه تانية مهمه، هل في مثلا زي تركيبه معينه اضمن بيها ازاي ان انا استخدم نشاط تعليمي عن التاني؟ لا مفيش. دي تبقى راجعه بقى لمدى فهم المصمم التعليمي للماده وليه العمليه التعليميه نفسها ماشيه ازاي والطلبه بتوعه بتبقى ماشيه ازاي، فبناء على فهمه ليهم هيبتدي ان هو يحط انواع مختلفه من التعلم وانواع مناسبه اكتر ليهم من التعلم. تعالوا بقى هنا بقى ايه في الجانب الاخير هنتكلم على امثله مختلفه من انشطه مختلفه او من انشطه التعلم بناء على انواع التعلم المختلفه. طبعا في احنا مش هنتكلم عن الاكتساب، الاكتساب هو المصادره، فانا او اي نوع من انواع المحتوى، فاعتقد كلنا الى حد ما عندنا نوع من انواع بنسميها ايه اللي هي بالعربي فاميلياريتي، اللي هي نوع من انواع المعرفه التعلم عن طريق الاكتساب، فمش هتكلم في قوي، ولكن هنتكلم على هندي مثلا مثال للتعلم عن طريق التقصي، هندي مثال للتعلم عن طريق المناقشه، عن طريق التكنولوجيا اونلاين، كل ده بنتكلم فيه اونلاين، وهنركز اكتر على التعلم عن طريق التعلم عن طريق الممارسه، لان الممارسه غالبا من الحاجات اللي مهضور حقها جدا في الاونلاين ليرنينج يعني. طيب فتعالوا نبتدي ان احنا ايه بقى ناخد الدمج. احنا شايفين ده؟ يا ريت لو شايفين نكتب واحد بس عشان بس اتاكد ان كل حاجه تمام. شايفين شايفين كلمه كانون؟ تمام. طيب ممتاز جدا. ده مثلا مثال على حاجه اسمها محاكاه او تصميم، محاكاه او سيميليشن، ودي حاجه موجوده اونلاين مفتوحه على كانون، بيتم فيها التعلم عن طريق الممارسه. فلو انت شايفين هنا، ده هنا واجهه التصوير بتاعه الكاميرا، فلو في كاميرا حقيقيه، الكاميرا الحقيقيه عموما اللي بيسموها بقى الكاميرا الاحترافيه اللي هي الدي اس ال ار، بيكون فيها شويه حاجات ليها علاقه بفتحه العدسه او الابرتشر، بيكون فيها حاجات ليها علاقه مثلا بالشوتر سبيد اللي هو بياخد قد ايه وقت عشان يفتح العدسه ويقفلها، وال ايزو مش فاكر معناه ايه بالعربي، بس اللي هو بيسمح قد ايه حساسيه الكاميرا للضوء. فبيبتدي في هنا صوره متحركه هنا اهي، وفي نفس الوقت في هنا فيدباك بيوضح انت ماشي ازاي بشكل عامل ازاي. فببتدي طيب ببتدي ان انا اعدل في الكنترولز او الحاجات اللي هتحكي فيها في العدسه، وابتدي اخد صوره. بناء على الصوره اللي اخدها ابتدي ان هو يقول لي تمام، لا خد بالك الصوره هنا فيها ضوء شديد، خد بالك ان فتحه العدسه كبيره شويه وهو الى اخره، فبالتالي طلعت الصوره ديت. بناء عليه ابتدي ان انا ايه اقوم عامل ايه؟ افهم ايه هي الكنترولز اللي موجوده في العدسه، فانا بفهم الموضوع بشكل نظري وفي نفس الوقت انا بفهم بشكل عملي. وبعد كده هبتدي ان انا اعمل ايه؟ هبتدي ان انا داخل ومعدل في الممارسه بتاعتي تاني. هبتدي ان انا اعدل في الممارسه، وابتدي ان انا اعدل في الكنترولز بتاعت الكاميرا او في الامكانيات بتاعت الكاميرا، وابتدي ان انا اخد الصوره. اول ما باخد الصوره ان هي مثلا تطلع لي الصوره بالظبط زي كانها بتطلع بالكاميرا، وابتدي برضه ان هو يديني فيدباك تاني يقول لي دي الحاجات السيتنجز او الاعدادات اللي انت اخترتها، وده تقييم للصوره بتاعتك. الصوره بتاعتك ما فيهاش ضوء كتير، فيها كذا فيها كذا. وممكن كمان ابتدي ان انا اقارن بقى بين صوره والثانيه، فابتدي ان انا اقارن بين الممارسه القديمه بتاعتي وازاي ان هي اتعدلت وهكذا. فاقوم راجع تاني ومعدل في اعدادات الكاميرا تاني. بعد ما اعدل اقوم واخد الصوره تاني. فاقوم باخد الصوره تاني. اخر الصوره تاني ابتدي برضه تاني ان هو يديني تقييم عنها والى اخره وهكذا. فده مثلا مثال على التعلم عن طريق الممارسه، هو حاجه موجوده اونلاين، حاجه موجوده مفتوحه، و
حاجة ممكن هي تكون موجودة في أي كورس أونلاين، أي كورس أونلاين ممكن يكون عنده أو ممكن يكون جواه قدر من الممارسة. فده مثلا مثال على التعلم عن طريق محاكاة مثلا. تعال ناخد مثال تاني على التقصي، وهنا هنتكلم أكتر. يعني مثلا مثال التقصي هو التقصي، احنا قلنا دايما فيه اللي هو التقصي الحر، فان مثلا انا عندي حاجه موجوده هي على فمثلا ممكن حد يخش على موقع ممكن ان هو يبحث عن معلومات مختلفه، او ممكن اللي هو بيسموه بقى اللي هو ببتدي ان انا ارشد المتعلم فيه يدور على ايه بالظبط. فمثلا مثال واداه على كده ده جميله جدا اسمها insert learning. insert learning لو انتم شايفين الايكون اللي فوق تحت هي عباره عن امتداد موجود على المتصفح بتاع كروم. الانترنت ده بيحول اي صفحه موجوده عند لفصل، اي صفحه موجوده على النت، اي مقال موجود على النت لفصل. ف وهي بالمناسبه هي مجانيه يعني مفتوحه للمدرسين. فونس ان انا بفتح اي صفحه اسف هو تمام، فاول ما بعمل دوت بيبتدي ان هو يفتح لي اعدادات الدرس نفسه. فابتدي انا مثلا اقول انا عايز مثلا هنا اعمل لهم مثلا اضلل مثلا على جزء معين من التكست، وعايز احط لهم هنا حاجه معينه لازم ياخدوا بالهم منها، فخدوا بالكم مثلا من الجزئيه ديت وانتم بتقروا وليه عملها بالشكل الفلاني وهكذا. او ان انا مثلا ادي مثلا مثال اللي هو الستيكي نوت، ان انا مثلا جايب مثلا بعد فقرة معينة اديله ملاحظة كبيرة متعلقة. فمثلا ده مثال بقول له مثلا ايه عايز اعمل كده، لو عملت كده هي بدي مثلا اقول له خد بالك من الكلام ده وهكذا. او انا مثلا ممكن احط سؤال معين بعد قصة معينة او بعد فقرة معينة، فابتدي انا مثلا اكتب له حاجة بعد ما يقرا القطعة ديت وبعد ما يقرا الفقرة ديت يبتدي ان هو مثلا بقى يقول ليه الكلام مكتوب بالشكل ده، طب ليه قال كده، طب تلخص الكلام دوت، طيب ما كان تفقد الكلام ده بشكل معين بناء على نقطة معينة احنا خدناها في التفكير النقدي. انا بحط السؤال دوت. ومثلا حاجة تاني ان انا مثلا احط مثلا مناقشة، ان انا اخلي الطلبة تبتدي ان هي تتناقش مع بعضها. فانا هفتح هنا نافذة جوه الفصل علشان كل حد ان هو يبتدي ان هو ايه يتعلم. بناء عليه اول ما انا بفتح المناقشه ديت او انسى ان انا بخلص الدرس بتاعي، وقت ان انا بخلص الدرس بتاعي ده هنا view as student، يعني ان انا اظهر بقى الدرس ده كله بحسب الطالب هيشوفه بشكل عامل ازاي. وانسى ان انا بعمل دوت او اول ما بعمل دوت فده الحاجه اللي بيشوفها الطالب. الطالب ما اول ما بيخش على الموضوع دوت وبرده بيكون عنده المثال ده. التول اسمها insert learning، الاداه دي اسمها insert learning. insert learning وبرده هيكون فيها لينك طبعا بعد ما خلص ان شاء الله. فالطالب يبتدي بقى ان هو يخش على المقال نفسه ويبتدي ان هو بقى ايه يجاوب على الاسئله، وممكن برده احط له مجموعه من النقط اللي بيجاوبها ومجموعه مثلا نقط بناء على اجاباته ويبتدي ان هو ياخدها او المناقشه. مش عارف ليه ما نزلش. بالظبط. المناقشه هنا يبتدي حد ان هو يبتدي طالب يبتدي ان هو يخش يرد، وبعد ما طالب يبتدي ان هو يخش يرد يبتدي طالب ثاني يخش يرد على رده وهكذا. فيبتدي ان انا ما حصرتش عمليه التعلم جوه مصدر تعليمي واحد بس، انا خليت انه ابتديت ان انا اطلعه بره عشان يبتدي ان هو يتقصى الحقائق جوه موقع معين برده. والموقع دوت هو اي موقع بقى موجود على الانترنت. معلومات دي ممكن تكون معلومات صحيحه، ممكن تكون معلومات كاذبه، ممكن تكون معلومات خادعه انا مديها له. وهبتدي ادور ازاي عشان بعد كده يروح بعد كده هو يبتدي ان هو يدور لوحده ويعرف ان هو يدور لوحده ايه نوع الاسئله اللي ممكن يسالها، يتناقش ازاي وهكذا. فده مثلا مثال على التعلم عن طريق التقصي. طيب مثال ثالث، وده التعلم عن طريق المناقشه، وممكن برضه يمشي التعلم عن طريق التعاون، ودي اداه اسمها ادلت. انا هكتبها لكم سواء اسمها ادلت. اداه ادلت هي بتحاكي
لو احنا مثلا بنتكلم في ان ممكن مثلا جوه الفصل بتاعي يكون في سبوره كبيره، والسبوره ديت الطلبه بتخش ان هي تقوم جايبه مثلا ورقه ملاحظه واللي هي بيسموها جايبه، انا مش عارف الصوره هنا بتاعت الكاميرا بتاعتي هنا واضحه ليك ولا لا، بس اللي هي فكره الاستيكي نوت. فالطلبه مثلا ممكن هي تخش وتقوم حاطه مثلا ستيكي نوت على اللوحه اللي موجوده. ف اونلاين ده ممكن جدا عن طريق اداه اسمها تابلت. التابلت ديت هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن بيسموها بقى حائط رقمي او ديجيتال وول. الحائط الرقمي دوت بيبتدي الطلبه فيه يبتدي ان هم يحطوا ستيكي نوتس بناء على سؤال انا سالته لهم هنا موجود. فابتدي بقى طلبه كتير تبتدي ان هي تتناقش. طيب علشان هي تكنولوجيا وعلشان اونلاين ليرنينج في حاجات اكتر بكتير من اللي هي ممكن تكون موجوده اصلا على ارض الواقع. يعني على ارض الواقع الستيكي نوت او ورقه الملاحظه هي بتكون كلام مكتوب وبس. طيب اونلاين بقى يكون في ايه؟ ممكن ان طالب مثلا يخش ويكتب كلام عادي جدا زي ما هو واضح في الجزئيه ديت، فاكتب مثلا كلام، او ممكن اخليه ياخد صوره، او ممكن اخليه يعمل فيديو معين. فانا ما بعمل دوت بيفتح الفيديو ده، انا اهلا وسهلا اقفل بسرعه. بعد كده مثلا ممكن اخليه يسجل صوت، فيحصل صوت بعد كده في الاخر. انا متاسف لو ممكن نقفل ال يا ريت اللي فاتح المايك بعد اذنكم يا جماعه يقفله. ادلت هي مفتوحه لثلاث صفحات او ثلاثه بيسموها ثلاثه ديجيتال وولز، بس مفيش عندك او خلينا نتكلم انا في الاخر عشان بحب اتكلم عن الحاجات دي قوي. بس هي بادلت هي اداه مجانيه ممكن اي مدرس يخش او ممكن اي مستوى تعليمي يخش ويعمل ثلاث حوائط في اكونت واحد بس او في حساب واحد بس. فلو انت خلصت ثلاث حوائط دول ممكن بقى ان انت تعمل اكونت ثاني تعمل فيهم ثلاث حوائط، او ان انت تسجل في الخدمه المدفوعه اللي هي بتكون حوالي 10 دولار في الشهر او حاجه زي 8 دولار في الشهر او حاجه زي كده. فده مثلا مثال على التعلم عن طريق المناقشه، وهنا المناقشه بتكون سهله. يعني مميز في بادلت، انا بحب بادلت المناقشه عموما علشان هي بتحاكي طريقه سهله جدا ان اي حد ممكن ان هو يخش يعمل مناقشه. بالعكس جوه التعلم الالكتروني بيبقى فيه صعوبه جدا ان حد يعمل او ان الطلبه تخش ان هي تتناقش مع بعض. فهنا انا كل واحد انا ممكن هو يخش ويحط تعليق ويبتدي حد يعمل تعليق على تعليق وهكذا. فده نوع من انواع المناقشه. طيب اخر بقى مثال هنجيب النت لحد ما بعافيه شويه. وهو مثال بيسموه في التعلم الالكتروني او التعليم الالكتروني او الاونلاين ليرننج او ايا كان بيسموه برانشنج سيناريو او سيناريو متفرع. لو حد هنا اتفرج على مسلسل اسمه بلاك ميرور، بلاك ميرور في وقت من الاوقات هو مسلسل يعني امريكي بروف، بلاك ميرور في وقت من الاوقات هو عمل حلقة مشهورة جدا بتقول فيها انت اللي تتحكم في سير السيناريو ماشي بشكل عامل ازاي. فانت المشاهد ما كانش مجرد ان هو بيكون بيشوف عرض من اول لاخره بس، لا انا في وسط العرض دوت انا ممكن ان انا اخلي المتعلم او المشاهد ياخد قرارات، القرارات دي تؤثر في سير الحاجه اللي هتتعرض بعد كده وهكذا. ففي الاونلاين ليرنينج ده ممكن جدا جدا عن طريق حاجه اسمها البرانش سيناريو او السيناريو المتفرع. فتعالوا مثلا ده مثال لحاجه مفتوحه موجوده اونلاين، وده هيكون حاجه يعني متاحه ليكم ان شاء الله بعد ما نخلصها ان شاء الله. هنزل لكم مثال ليها وهنزل لكم اداه مفتوحه ان انتم تقدروا تستخدموا او تكونوا تعملوا بيها حاجات زي كده، وفي نفس الوقت ازاي ان انا ممكن ابني سيناريو اصلا. طيب بالانجليزي ترجمه الكلام دوت هو ايه؟ هي سكيلز براكتس هوم فيزيت. هي ممرضه، الممرضه دي بتبتدي ان هي
رايحة زيارة لمريضة نفسية، فهنشوف إن هي هتعمل إيه. فقبل ما نعمل الزيارة أو قبل ما أروح الزيارة، أنا عايز الأول إن أنا أشوف معلومات عن عن المريضة النفسية ديت، فابتدي إن أنا أشوف معلومات زيادة عنها، إيه الحاجات اللي موجودة و هنخش بعد كده. أنا بس هستأذنكم بس في نص، أنا الصوت كده أنا عايز أعرف هل أنتوا سامعين الصوت ولا لأ؟ فلو أنتوا سامعين الصوت أعملوا واحد. Who is it? What do you want? سامع الصوت ده؟ ممتاز جدا. طيب تعالوا بقى نبتدي بالسيناريو كله، ودي الحاجة اللي هنختم بيها إن شاء الله. انت مين؟ عايز ايه؟ طيب فهنا في مجموعه من الاختيارات. اول اختيار انا هقدم ازاي نفس العميل، ف اول اختيار ان انا اقول له على الميعاد اللي كان موجود قبل كده. ثاني اختيار ان انا اقول له ان انا متاسف. ثاني اختيار ان انا ابتدي ان انا اقول له انا خايف عليك. ثالث اختيار ان انا اقول على اقول له انت عملت قبل كده اختبار للصحه النفسيه، او ان انا اعيد تاني. ف يعني لو طب انا ده واحد ده اتنين ده ثلاثه، عايزين تختاروا انهي؟ فاختاروا كده، واكتر حاجه موجوده عموما هقولها. فانا هدي كده بس 10 ثواني بناء على اختيارات الناس، هقول واحد او اثنين او ثلاثه. اثنين ثلاثه غالبا، يعني في ناس بتقول كتير اثنين وفي ناس بتقول ثلاثه. خلاص خلينا نمشي باثنين. The people at the hospital were worried about you and asked me to visit you. الناس اللي كانوا في المستشفى كانوا قلقانين جدا عليكي وقالوا لي ان انا اجي ازورك. Please open the door. افتحي لي الباب. There is nothing to worry about. مفيش اي حاجه تقلقوا منها. فهنا بيقول لك ايه؟ لا دي مش احسن طريقه. لما انت تيجي تقدم او تبتدي ان انت تستابلش او تبتدي ان انت تنشئ علاقه ثيرابيوتيك او اللي هي بقى علاقه علاج نفسي، فلازم انت تبني نوع من انواع الثقه مع العميل الاول. فيقول لك لا، فواحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ فنختار واحد. Hi, I'm Ann Jones, a community nurse. I'm here for the appointment we arranged yesterday. جونز، انا جايه علشان الميعاد اللي احنا اتفقنا عليه مع بعض. Okay, please come in. اتفضلي. Hello. As I said at the door, my name is Ann Jones. I'm a nurse who visits families in the community. We offer many services in this community for young families. You might be interested in these. Okay. Would you like to sit down? عندي اختيار من اربعه. الاول ان انا لا انا هفضل واقفه، الثاني انا ما عايز اقعد على الترابيزه، الثالثه طب اقعد فين، الرابعه انا عايز اقعد على الكنبه. فلو انا قلت مثلا ريمين لا انا عايز افضل واقفه. I'm okay to stand since I've been sitting all day. So tell me, how are you feeling today? I'm feeling like maybe you should sit down. You can sit here or there. Sure. تري هو تري بعد هو يرشدك. طيب ايه احسن طريقه ممكنه علشان يكون في نوع من انواع الاستماع النشط وفي نفس الوقت ان انت تكون محافظ على سلامتك؟ شكرا جدا. فهنبتدي ان احنا نسال offer to sit down at the table. فخلينا مثلا نقعد على التيبل. الترابيزه. Let's sit at the table. تعالوا نقعد على الترابيزه. اوكي. تمام يلا بينا. Here's my card.
ده الكارت الثاني. Oh, look at those bruises. Who is she and what is she doing here? طيب الحاجة الأولى أنا هقدم نفسي وهفضل قاعدة. الحاجة الثانية إن أنا هدافع عن إيرينا اللي هي المريضة النفسية. الحاجة الثالثة إن أنا هقدم نفسي وهمشي. الحاجة الرابعة إن أنا هستنى أشوف إيرينا هتعمل إيه. فلو أنا مثلا قلت دافع عن إيرينا. I'm Anne. I'm a community nurse and you have to watch your tone of voice. Get out! بس لا لازم تختار حاجة من ثلاثة. طب حاجة من الحاجات التانية. طب خليني مثلا أنا استنى أقول أشوف إيرينا هتعمل إيه. My name is Anne and I'm a community nurse and I don't know what she wants. Shut up! You're too stupid to know anything! مش عارفه هي بتعمل ايه. فلا طيب انا عايز اعمل ايه. هي هيبقى لي خيار من الاثنين، اما ان انا ادافع او ان انا امشي. فخليني امشي. I'll visit you some other time. تاني. You know what? This is waste of my time. You're not worth it. انت مش ما تسحقيش الوقت انا بضيعه عليك. I'm out of here. انا ماشي. It's okay, we don't have to worry now. He does not have the key to the building or to the apartment. وهكذا بقى السيناريو يبتدي ان هو يمشي. طبعا السيناريو ده مدته حوالي ساعه او حاجه زي كده، فانا هسيب لكم اللينك بتاعه لو حد عايز ان هو يخش. يعرف عنه اكتر. المهم انه بناء على الحاجات او بناء على انواع التعلم المختلفه ديت او انشطه الامثله اللي احنا وديناها، في امثله تانية كتير وفي ادوات تانية كتير جدا. فبعد ما اخلص ان شاء الله انا هشير معاكم بادجت او بقى اللي هي الاطار الرقمي. البادجت دوت هنبتدي ان احنا نقول فيه ايه الادوات اللي موجوده او ايه الادوات اللي هي المتاحه تحت كل نوع من انواع التعلم اللي هي بتسبورت كل نوع من انواع التعلم بتدعم كل نوع من انواع التعلم. بقى نرجع هنا بقى تاني ونشوف نبتدي ان احنا نشوف احنا اتكلمنا عن ايه في المحور. احنا في الاول خالص اتكلمنا عن نظريه الاتساق البنائي. قلنا ان احنا عايزين نوازن من ثلاث حاجات مهمين: الانشطه التعليميه، اسلوب التقييم، والاهداف التعليميه. بعد كده دخلنا اتكلمنا شويه عن التصميم العكسي، وده نوع من انواع او نموذج من النماذج اللي احنا ممكن نتبعها علشان نصمم بيها حاجه معينه. وقلنا ان احنا التصميم العكسي هو التصميم من البدايه للنهايه. تمام. عايزين ناخد الاسئله ان شاء الله هناخد الاسئله. طيب النوع الثاني هو التصميم العكسي، التصميم من البدايه او من النهايه للبدايه. فانا ببتدي بتحديد الاهداف الاول، وبعد كده بقول ايه هو الدليل ان المتعلم هيوصل او يحقق الهدف دوت، وفي الحاجه الاخيره ايه هو النشاط التعليمي. والحاجه الثالثه الاطار التحولي. وده اللي قلنا عليه في ست انواع من انواع التعلم: التعلم عن طريق الاكتساب، التعلم عن طريق التقصي، التعلم عن طريق المناقشه، التعلم عن طريق الممارسه، التعلم عن طريق الانتاج، التعلم عن طريق التعاون. واخيرا اتكلمنا عن بعض الامثله من انواع التعلم المختلفه، واتكلمنا على ان بناء نشاط تعليمي بيعتمد على ان انا ببني زي سيكونس او يعني ببني زي سلسله من الانواع التعليميه، الانواع التعليميه كلها مع بعضها بتؤدي لنشاط تعليمي. فانا عندي نشاط ونشاط 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 بقى سلسله من الانشطه التعليميه. سلسله الانشطه التعليميه دي كلها بتكون في الاخر اي وحده او اسبوع او ايا كان، في الاخر كله بيكون تجربه تعليميه. كده احنا خلاص يعني اعتقد ان احنا غطينا بجزء او بشكل سريع جدا حاجه المفروض ان في العادي يعني نغطيها في حوالي شهر. فاتمنى الى حد ما ان الدنيا تكون وضحت عند الناس شويه. احنا الديزاين بتاع حتى السلايد ديت هو معمول ان هو يبتدي بشكل خافت جدا، فانتوا بتجيين في الاول مش فاهمين ازاي والصوره ازاي، بيوصل ان انا في الاخر خالص الدنيا ابتدت ان هي توضح عندي شويه الى حد ما. طبعا لو حد بعد كده قرر ان هو يمشي في اي من الخطوات ديت وعايز اي مساعده في اي وقت من الاوقات انا موجود يعني، ومستعد جدا للدعم في اي وقت، وانا بحب ان انا يعني ادعم الناس في الحاجات دي. طبعا انا اعتقد انا كده خلصت. طبعا هسيب بقى مع
دكتور محمد تشوف بقى الأسئلة والإجابات وهو يلخي. سيب بقى دكتور محمد هو اللي. كل شكر لحضرتك، كل شكر لحضرتك دكتور مصطفى، وكل شكر لكل الحضور الكرام. في البداية أنا عاوز أنوه عن ثلاث نقط. أول نقطة، يا ريت كل واحد من الحضور الكرام لو عايز يسأل سؤال يتفضل يسأله دلوقتي حالا. تاني نقطة، كل المصادر المعلومات الإضافية اللي احنا الدكتور مصطفى قالها وكل المحاضرة إن شاء الله هتكون متاحة بطريقتين، متاحة أونلاين، المتاحة هتبقى موجودة على الجروب بتاع الفيسبوك بتاعنا بس إن شاء الله على يوم الاثنين عشان بكرة وبعده أجازة في الجامعة عندنا في UCT، فهتبقى إن شاء الله الفيديو هيبقى منشور ومسجل وهيبقى موجود على اليوتيوب تشانل كمان، اللي احنا بنشرف ان انتوا حضراتكم تشاركوها وتتابعوا معانا عليها، وده هو الرابط بتاعها. يا واحدة، ده اولا، ده الجروب بتاع الفيسبوك بتاعنا، وده عشان اشوف الناس وهي بتسأل. فاضل دكتور، وده كمان هو القناة بتاعتنا، قناة اليوتيوب، قناة اليوتيوب بتاعتنا كمان عشان الناس كلها. وياريت بعد اذن حضراتكم كل الحضور الكرام، يعني احنا عندنا في تقييم للورشة عشان كل مرة احنا بنطلب التقييم ده عشان نقدر نعمل حاجة جديدة وننفذ كل الخدمات اللي موجودة، وده الرابط الخاص بها هو ده التقييم. دلوقتي ثالث نقطة، هنتلقى الاسئلة. احنا هنبدأ في سؤال من منى كمال. دكتور مصطفى، هل تقصد ان النشاط الواحد عبارة عن مجموعة من انواع التعلم؟ يعني لا يجوز اعتبار المحاضرة أو المناقشة في حد ذاتها نشاط؟ ممكن يكون في نوع واحد من أنواع التعلم هو نشاط قائم بحد ذاته، فممكن تكون المناقشة هي بس نشاط. فالتسلسل دوت هو ممكن يكون عبارة عن سلسلة من الأنشطة، أو ممكن يكون نشاط واحد بس ومتكرر، ممكن يكون مناقشة وبعدها مناقشة، ممكن يكون مناقشة واحدة بس وخلاص ده نشاط وهكذا. فده برضو بيبقى راجع لإيه؟ ده بيبقى راجع لدراية اللي بيراجع لدراية المصمم التعليمي للطلبة بتوعه، وبيراجع لدراية المتعلمين أو لدراية المدرس المصمم التعليمي المتعلم المادة اللي هو بيدرسها، وبيراجع برضو للأدوات المتاحة إيده. في أدوات بتبقى مجانية وفي أدوات بتبقى مدفوعة، أغلب الحاجات يعني أغلب المعدات فيها دايما ليها أدوات مجانية موجودة يعني. وراجع طبعا دايما لفلسفته هو في التعلم، هو بيشوف التعلم بشكل عامل ازاي. معنا سؤال من على اليوتيوب، من على قناة اليوتيوب. بيسأل بالنسبة لاستخدام التكنولوجيا مع الأطفال، هل ممكن توضيح مشكلات استخدام التكنولوجيا معهم؟ ازاي تفادى مشكلة عدم جدية المتعلم وفكرة الرغبة في التعلم؟ طيب، هو أولا يعني جدية المتعلم يعني في حاجتين. أنا بتكلم أونلاين، أنا مش بقدر أنا أضمن قد إيه المتعلم دوت جد أو مش جد، يعني دي حاجة. أنا عموما أنا في شغلي، لأن أنا بشتغل في التعليم الأونلاين المفتوح عموما، فإحنا بنتعاون أو بنتعامل بشكل كبير جدا مع طلبة. الطلبة ديت كتير منها بيسجل، وبعد ما كتير منها بيسجل مش بيكمل. بالتالي انا ما اقدرش بشكل 100% ان انا اضمن ان حد هيشارك او حد هيتفاعل وهيكمل العمليه التعليميه من اولها لاخرها. ولكن اللي انا اقدر اضمنه ان انا اصمم عمليه تعليميه، العمليه التعليميه دي تكون فيها قدر من انواع التفاعل وقدر من انواع التحفيز ان هو يتعلم عن طريق الست ادوات خاصه. تمام. وقدر من، انا اسيب الاسئله للدكتور محمد. فالعمليه التعليميه يكون فيها قدر من انواع التفاعل، ما تكونش مجرد عباره عن فيديو مقروء بس. وحتى لو محاضره اونلاين، المحاضره الاونلاين ممكن انت تصمم بشكل يكون فيه نوع من انواع انشطه التعلم، بحيث ان انا اضمن ان التعلم حصل باشكال مختلفه، وان التعلم حصل من كذا جهه، لان انواع التعلم ديت هي بتمثل نظريات تعلم مختلفه. كل الانواع دول لو هم موجودين بيتقوا عمليه التعلم، فانا ما اقدرش ان انا اضمن المتعلم يكمل او ما يكملش. ليه؟ اولا المتعلم في فصل، هو موجود في فصل ما ينفعش ان هو يخرج منه، بينما المتعلم في اونلاين هو جنبه على طول يوتيوب، جنبه تاب تاني وشريط تاني مفتوح ل ايا كان بقى فيسبوك. فانا ايه اللي هيخليني ان انا اضمن المتعلم يقعد فعلا، وان هو لما يقعد يتعلم مش ان هو يقدر ان هو يتلقى محتوى بس؟ فده
شغلي الشاغل انا كمصمم تعليمي. في طبعا حاجات بقى في التعليم الرسمي مثلا حتى في التعليم الاونلاين حاجات تكون مدفوعه عشان تضمن المتعلم يكمل وهكذا. شكرا لحضرتك دكتور مصطفى. في سؤال من حسن عرفات بيقول في تشابه بين التعلم عن طريق الممارسه وعن طريق الانتاج، هل الاختلاف في انه التعلم عن طريق الانتاج لازم يبقى فيه منتج؟ طب هل الاختبار مثلا في مرحله في حاله الممارسه لا يسمى منتج؟ تمام. طيب احنا رديت على السؤال ده اعتقد في الوقت وقت المحاضره صحيح؟ دورت عليه فعلا، بس يعني تاني لو هعيد برضه فكره الفرق ما بين الممارسه والانتاج. الممارسه هي بيكون بيئه، البيئه ديت او انا بقى المتعلم بيها في البيئه ديت ممكن تكون اختبار، ممكن تكون محاكاه زي ما احنا شفنا، ممكن تكون سيناريو وهكذا. انا المتعلم مش بيطلع منها منتج اخير في الاخر، بينما الانتاج انا بخلي المتعلم يعمل حاجه. فانا ممكن اصلا اخلي المتعلم يعمل زياره، فده نوع من انواع، وبعد ما يعمل الزياره ديت ان هو يرجع لي بيها وان هو مثلا يطلع تقرير عن الزياره ديت، فده نوع، فده الانتاج، هو بيطلع منتج في الاخر. ممكن اخليه ان هو يعمل محتوى عرض ديني. لو انا مثلا طالب في ماجستير وانا عندي مثلا حاجه من النشاط عندي ان انا اعلم الناس مثلا من نظريات التعلم المختلفه، او لو بنتكلم بقى الاطار التحوري، فده فالمنتج اللي انا بطلعه في الاخر دوت اللي هو المحاضره ديت، فده انتاج وهكذا. اظن دلوقتي الدكتور مصطفى يعني اغلب الاسئله تم اجابتها. لو في اي سؤال محتاج اجابه؟ ما فيش اي اسئله. انا في طلبين بالنسبه لحضراتكم جميعا. في دقيقه واحده. لا لو عايز اشوف نماذج، في حد بيسال لو عايز اشوف نماذج للناس بتقدم تجارب تعليميه اونلاين تتضمن الست انماط بحيث اخد الفكره ايه اللي نقدر نكتبها كيورد يعني. ممتاز، سؤال ممتاز جدا، هشكر معاك. وكذا نموذج لكذا تجربه تعليميه اظن ان هي مصممه بشكل كويس اونلاين، لقيتها رايي فيها ان هي تكون مفتوحه ان شاء الله. السلام عليكم. انا كنت عايز انا اسف يا جماعه بعد اذن حضراتكم محدش يدخل بالمايك الا بعد اذن او رفع رقم او اي حاجه عشان ما تقدرش تناقش. مش متاسف جدا. فزي ما كنا بنقول يعني سؤال جيد جدا، يعني انا هشير عموما او هشارك معاكم من ناحيه نماذج لانشطه مفرده بس، ونماذج لدورات تعليميه انا اظن ان هي مصممه بشكل كويس، واقول ليه ان هي مصممه بشكل كويس. لو في حد عنده سؤال ممكن يكتب رقم واحد ونفتح له المايك. فهمت تمام. وفي نفس الوقت كمان الليرنينج ديزاينر تول، التول اللي انا اتكلمت عنها من شويه، فيها بقى مجموعه كبيره جدا، وهي اصلا عباره عن هي مصممه بشكل اجتماعي شويه، تتيح ان المدرسين ومصممين التعليميه ان هم يشوفوا التصميمات بتاعت غيرهم وهكذا، فبالتالي انت تشوف تمام ده متصمم بشكل كويس ازاي، ده متصمم بشكل وحش ليه وهكذا. فده الاجابه عن الحاجتين. تمام. سيب المايك للدكتور طاهر. اتفضل يا دكتور. ايوه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانا كمان شاكر لحضرتك جدا، يعني ما شاء الله اسلوب هايل ومحاضره ممتعه جدا. بس انا كان بس في بدايه المحاضره كان في نقطه ان حضرتك قلت النشاط المثلث كنت حضرتك عامله الاول في البدايه خالص في بدايه المحاضره. التعلم بيبدا بالنشاط وبعديها التقييم وبعد كده الهدف. فمش عارف انا مختلف في النقطه ان النشاط المفروض يبقى مبني على الاهداف اللي انا هشتغل عليها. لما حاجة اعمل نشاط لازم اكون عارف الهدف بتاعي الكبير ايه، ومن خلاله بيبقى في هدف صغير ببدا عليها. ده دي اول نقطه. النقطه الثانيه التقييم. التقييم في كذا نوع من التقييم زي ما احنا عارفين، بس في الفصل في ثلاث تقييمات تقييم لازم احنا كلنا كلنا نتابعها يعني او نقوم بها غير اي تقييم ثاني. اول حاجه التقييم القبلي اللي هو تقييم البيجنر اسسمنت، والتقييم المستمر اللي هو بيرفورمانس اسسمنت، والتقييم النهائي. التقييم النهائي دوت اللي انا بقيس بيه الاهداف اللي انا كنت بقى عايز اوصلها للمتعلم، سواء بقى يعني انا مش هتكلم في نقطه ان هوصل له الاهداف دي ازاي او الى اخره، ان فيها في طرق كثيره للتعلم زي ما حضرتك قلت.
وبالمشاركه او 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 الى اخره. بس التقييم مش يعني يعني هو بيكون نهايه العمليات، مش نهايه العمليه التعليميه، اخر العمليه التعليميه، بحيث ان انا اعرف اهدافي وصلت لها ولا لا، بحيث ان انا اخش الستيب اللي بعديه او الخطوه اللي بعديها او الهدف اللي انا عايز اوصل له بعد كده. دي النقطه بس. وشكر اسمعكم ليا، وشكر لكم الميتنج الجميل دوت والبريزنتيشن الحلو. شكرا لك يا استاذ مصطفى، وشكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا لحضرتك يا دكتور طاهر، وشكرا لجميع حضور الكرام. ممكن دكتور مصطفى تفضل. طيب اشكر جدا دكتور طارق على التعقيد دوت. وانا يعني وانا متفق معاه، يعني انا بقول تسلسل العمليه التعليميه من ناحيه الـ يعني من ساعه ما الطالب يبتدي ان هو يخش الفصل، اول حاجه بيتعرض لها هو النشاط، هو مش بيتعرض للهدف. هو لو بنتكلم كتجربه، التجربه المتعلم مش بياخد الهدف او مش بيوصل للهدف الاول. المتعلم او اول حاجه بيتعرض لها النشاط. حتى لو انا هقول له الهدف التعليمي اللي انت عايزه ده ايه، ده في حد ذاته نشاط. ده يعني دي وجهه نظري للموضوع. فهو بيبتدي اول بانشطه تعليميه مختلفه، الانشطه دي حسب انواع التعلم المختلفه. وبعد كده التقييم، طبعا الوقت ما كانش مناسب ان انا اتكلم في اي حاجه التقييم، والنموذج اللي حضرتك قلته هو نموذج جيد جدا جدا جدا. اللي هو فكره ان هو يكون في تقييم قبلي اللي هو بري اسسمنت، وبعد كده تقييم مستمر اللي هو تقييم الاداء او البرفورمانس اسسمنت، وبعد كده تقييم نهائي اللي هو السوماتيف اسسمنت. وفي طبعا ناس دايما بتقول فورماتيف اسسمنت وسوماتيف اسسمنت، في انواع كتيره جدا مختلفه تقييم. فانا هحاول يعني ما كنتش هعرف ان انا اغطي الموضوع في ظل الوقت اللي كان متاح يعني. فعشان كده قررت ان اتكلم اكتر عن الانشطه التعليميه، لان شايف ان ده اهم، وشايف ان ناس كتيره بتبذل مجهود كبير في المحتوى بس بتهمل فكره الانشطه نفسها حقها. فانا يعني تاني شكرا جدا. شكرا لحضرتك. احنا اسفين، احنا ناخد اخر سؤال بس، لان احنا دلوقتي الوقت عدى 9:30 في عليا تقريبا. تمام. شكرا جدا على المحاضره دكتور مصطفى. انا خريجه كليه التربيه، ومعايا ماجستير في صعوبات القراءه، وبشتغل مع الاولاد اللي عندهم ديسلكاسيا او عسر قرائي. بيبقى طبيعه شغلي 1 تو 1 او سمول جروب من 4 لـ6 اولاد. فانا بقدر المستطاع بشتغل معاهم يعني الى حد ما زي ما انت قلت، تصميم انشطه تفاعليه، واتاكد ان هم فهموا المعلومات مع الوقت الحالي اللي احنا فيه، واللي احنا مش عارفين ننزل نشتغل عشان خاطر الظروف اللي بنمر بيها. فهل الشغل الاونلاين هيبقى معاهم هيجيب نتيجه ولا لا؟ هل حضرتك شفت مثلا في جامعات او في بعض المنصات ناس بتشتغل مع الاولاد وبتجيب نتيجه ولا لا؟ حابة اعرف راي حضرتك. طيب اولا شكرا جدا على سؤال جاي جدا. اولا بالنسبه عن حاله الاطفال دول، في ادوات تكنولوجيه عموما الهدف منها هو تعليم او بتساعد في فكره السبيشال اديوكيشن اونلاين بس. فبرضه من ضمن الادوات اللي انا هشاركها معاكم ادوات من جامعات يعني شفتها موجوده. الادوات دي كانوا بيستخدموها فعلا في الاونلاين من حيث الانشطه. من ناحيه ثانيه ان شاء الله، او من ناحيه ثانيه الجزء الثاني من السؤال كان اعتقد هل الاونلاين لوحده كافي ولا مش كافي. انا عموما انا شغال في التعليم الاونلاين، وانا شغال في منصه زي منصه دروب بتقدم كورسات اونلاين من حوالي 5 سنين او حاجه. وبرغم من كده انا شايف ان عموما الاونلاين لوحده مش كفايه والاوفلاين لوحده مش كفايه، وان المفروض يفترض ان يكون في دمج ما بين وسائل التعليم المختلفه، سواء عبر الانترنت او في الفصل. فللاسف الشديد جدا بالظبط البلاندد يعني. فللاسف الشديد جدا مش يعني مهما كان التفاعل اللي هو الفيس تو فيس، او لو هنيجي بقى نتكلم على فكره، في حاجه اسمها تيمبوراليتي اوف كوميونيكيشن، او التيمبو بتاع الكوميونيكيشن. التيمبو اللي هو الايقاع، الريتم بتاع الكوميونيكيشن ماشي ازاي. ففي الانشطه ديت لازم ان هي تتعمل التيمبو فيه او الايقاع فيه يكون على طول شغال ما بين المتعلم والمعلم، يكون شغال على طول سريع سريع. فبالتالي لازم
يكون يحصل هنا نوع تواصل سريع شويه، سواء التواصل دوت مكتوب او مسموع او ما أو, او او فيديو. فمثلا زوم هو من الحاجات اللي بتخلي التامبو او بتخلي الايقاع سريع شويه. فانا مثلا مثال على حاجه الايقاع فيها سريع، وده بيكون حاجه ليها علاقه بال بيسموه بقى السينكرونس ليرنينج او التعلم المباشر او التعليم المباشر، هو نوع من انواع التعلم الالكتروني او التعليم الالكتروني. الناحيه الثانيه الحاجات او الانشطه اللي انا عايز اخلي التزامن صحيح جدا، شكرا جدا اشكرك جدا. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اخلي الايقاع فيها ابطا شويه، فانا هخلي فيه التعليم او اخلي فيه التواصل ماشي بشكل اقل شويه وابطا شويه. حاجه مثلا انا لو انا عايز الطلبه بتوعي يبتدوا ان هم يفكروا شويه قبل ما يجاوبوا، او ان هم يحصل نوع من انواع الانعكاس، او ان هم يفكروا في الـ في طريقه في طريقه الكلام بتاعتهم او فبالتالي كل ما انا عايز التيمبو او الايقاع بتاع المحاضره او بتاع التواصل بالذات يقل، سواء التواصل ده مكتوب او مش بتاع، فهو رايح للتعلم الغير مباشر او غير متزامن زي ما الناس بتقول يعني. فطبعا يعني في الاخر برضو الاونلاين او التعلم الاونلاين عبر الانترنت عمره ما هيكون زي الاوفلاين، ولكن هما الاثنين مختلفين ببعض، كل واحد منهم هيحقق نتائج مختلفه. في التعلم الاونلاين هتلاقي فيه حاجات يعني التواصل فيها او الانشطه فيها بتتم بشكل احسن من التعلم الاوفلاين، وفي نفس الوقت الاوفلاين هتلاقي احسن بكثير جدا من التعلم الاونلاين في حاجات كتيره. فالاثنين مختلفين ومفيش حاجه بتجيب النتيجه كامله من الاثنين، عشان كده بقول دايما لازم يكون في دمج ما بين الحتين. والظروف اللي احنا فيها ديت للاسف هي ظروف يعني انا نحاول بقى ساعتها يعني، وده اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نستغل الاونلاين باقصى شكل ممكن. بالظبط التعلم المبنى مجهول افضل فعلا، ده من وجهه نظري. انا بعتذر لكل الحضور الكرام، لو في اسئله اضافيه ممكن حضراتكم تبعتوها لنا على الجروب بتاع الفيسبوك، وهنطلب من الدكتور مصطفى ان شاء الله ان انتم يعني نحن نطمع في وقت تاني اضافي معانا، يكون معانا فرشه اضافيه تانيه جديده. وياريت بعد اذن حضراتكم جميعا انا نشرت الجروب بتاع الفيسبوك جروب القناه، بحيث ان انتم تتابعوا الفيديوهات اللي هتنزل وتتابعوا كمان كل اي ايفنت احنا بنعمله، بنعمل بالعربي وبالانجليزي عشان لو انتم عايزين تتابعوا. وبالاضافه ان احنا عندنا على الفيسبوك دلوقتي في تساؤل احنا ناشرينه عشان نعرف ايه المشكله اللي بتواجه الناس جميعا في تكنولوجيا التعليم على مستوى افريقيا، بحيث ان احنا نشوف الجامعات عملت ايه عشان نقدر نساعد في الفتره القادمه. الرابط التالي هو رابط التقييم، ويا ريت بعد اذن حضراتكم احنا عددنا 62 يا ريت نقدر نقيم الورشه. شكرا ليكم، وعشان نبقى موجودين معاكم على طول ان شاء الله. شكرا دكتور مصطفى، شكرا لكل الحضور الكرام، واسفين لتعبك معانا، واسفين يعني ان احنا تعبناك معانا جدا. شكرا ليكم لوقتك. شكرًا جدا يا دكتور محمد، واشكرك على مجهودك عموما في تنظيم الانشطه بتاعت شبكه الدمج الافريقيه تاني، وكل ده بيتم يعني بشكل تطوعي يعني وبدون مقابل لغرض افاده الناس يعني. شاكرين جدا لجهود حضرتك، مجهود يذكر فيشكر طبعا، واتمنى يعني ان الافاده تكون على قدر الجهد المبذول. وتاني برضو لو في اي حد عايز يتواصل معايا طبعا هيكون على الجروب بتاع الجروب بتاع الشبكه على الفيسبوك، او هيكون برضو يعني معايا الايميل والى اخره، اي حد عايز يتواصل يعني. شكرا لكم، وشكرا، نشوفكم فرش جديده ان شاء الله. ويا ريت التقييم تبصوا عليه، لان في يعني طلب ان احنا عاوزين نعرف بس ايه الورش اللي انتوا طالبينها المرحله القادمه بسبب الكورونا دي، ربنا يعديها على خير ونشوف ان شاء الله يعني، ربنا يستر نشوف ان شاء الله كل خير. شكرا لكم، ونراكم في فرش قادمه ان شاء الله الفتره القادمه. السلام عليكم.